كثير قديم هذا المكان. ايه وشو يعني؟ بس بدي اعرف شغله. شو؟ قديه صار له مسكر؟ يعني صار له شي 20 سنه، مالي متاكد، بس هيك سمعت حكي من العالم. طيب، ليه عم يفتحوه هلا؟ لك كله كرمال المصاري، المصاري بتخلي العالم تعمل كل شي، مشان هيك، قبل ما تفتح الجامعه ناويين يأجروا له الاعراس. ايه لكن. ضروري نفتح القفل؟ إذا المعلم قالنا افتحوه نفتحه. يلا أنا جوعان كتير. إيه بس لسه عنا شغل ولازم نخلصه. فيكن تنطفوا هالمكان منيح، بس ما فيكن أبداً تنسوا يلي صار هون من زمان. المكان مسكر من سنين، ما رح يصير شي. يلا خلينا نروح بعيد. جنيت شي؟ ايه مجنون فيكي. داش اليوم عرسي، بلكي شافونا. ما بيهمني سمران. انا بحبك بس انا رح اتزوج، ما فيني. حبيبتي عملناها كتير قبل هلا، بترجاكي بس الليله وبعدها ما عاد هيك. شو صار لك؟ اليوم العرس وأنا متضايق،
وما بعتقد فيني. أنا اللي رح أتزوج وأنت المتضايق. تعال نفكر بهالشي بعدين، مو لما تكون معي. طيب وبعد الزواج؟ ما بيتغير شي. إذا كنت مع حبيبي بليلة عرسي، ليش لوقف هالشي بعد العرس؟ شي بخوف. أنا ما قلت لك لا تجي لهون. يلا روح اركض فورا. يلا روح، أنت مجنون. أنا سوكي وهالليلة عرسر فيه. أنا بهالليلة عرسر فيه. اتجوز رفيقي بده يتجوز اليوم عرسه. كيفكن؟ تمام؟ ولك غبي؟ كنا عم ندور عليك، العرس بلش، وين كنت؟ بالحمام. صحي برميت؟ ايه. انت شفت سيمران شي؟ ليش عم تسأل؟ لأنه رفيقك بده يعمل لك مفاجأة. يلا امشو. اف شو هالبنت؟ ما بتسيطر على حالها ليلة قبل العرس؟ بلا كانت بتقدر، بس أنا وسمران متفقين إنه علاقتنا ما تصير مملة بعد الزواج. منشان هيك منضل نلعب هاي الألعاب، ولعبتنا اليوم إنه نعمل علاقة بيوم العرس. لا المهم هلأ في مفاجأة. شو؟ رح نخليك تنام مع وحدة قبل ليلة العرس. يلا خلونا نحتفل. هذا هو الحكي الصح. يلا لا يا شباب ما خرج. خلونا نحتفل. يلا بس سمران ما عنده علم بهالحفلة، أنا متأكد. إذا هلأ ما عملنا هيك إمتى بدنا نعمل؟ يلا بقى بعدين بدنا دافعين مصاري، خلونا نبسط شوي. يلا رات فربي رك جزر أساس لبي هبي كسيتو مجيبي You be all over me I'ma be all over you And I know چاہے یہ تو بھی ساری میری بیقراری کہتی مجھے برافو عليك. هاي غير شكل. ايوه طلع عليك. انت شو عم تعملي هون؟ استني تعي لوين رايحة؟ وينه؟ تعي الحفلة بالمكتبة. تعي وينه؟ وينو هاد؟ ها ليكو. ولك برميت؟ ايه تارك الحفلة وجاي لهون ونحن عم ندور عليه. انت شو عم تعمل؟ لقيت هذا السي دي اباحي للكبار فقط. لا شو هالتفاهة؟ حضرتك تارك عرسي وعم تشوف افلام؟ واحد سافر انا رايح. استنى شوي يا زلمة. ايه خليك معنا. تعال ليش؟ بس سمران ناطرتني. تعال تعالوا شوفوا. شو صار؟ ايوه يلا
برميت ولا حقير؟ إلا ما تعمل هيك، هي خوفتني كتير. سمران أنا عرفتك بلا مزح. ماشي سمران؟ سوكي عم تصورني؟ مو معقول أبدا. عمال شي شبك صافين؟ وعيب عليك تعمل هيك. طفيه من السرير يلا طفيه بسرعة. خلصني هذا ما عم يشتغل ما عم يطفي. شو هذا له؟ شيل فيش الكهرباء، شيل الكهرباء. لك هنيك هنيك يلا شيله شيله. شو هاد يلي عم يصير؟ أنا ما بعرف شي. فهمنا هي كيف بتعرف أسماءنا؟ إيه مزبوط؟ ما بعرف يا زلمة. شباب؟ أنا حذرتكم وقلتلكم لا تفوتوا لهون، لأنه بهذا المكان في روح شريرة. ولا مجنون؟ شو هالكلام السخيف هاد؟ روح من هون. هذا المكان له 20 سنة مسكر. قلتلكن وما رديتوا علي، ما حدا اهتم فيكن. ليكو شكله هذا الزلمة مو فطران اليوم. تفضل السي دي خدو. شبك العمى ولا سافل مين انت؟ شو عملت اه؟ اذا بتكونوا مشغلين السي دي كلكن رح تموتوا، وإذا بتفكروا تعملوا علاقة مع أي بنت رح تجي الروح لعندكن وتقتلكن كلياتكن. أنت قصدك إنه إذا عملنا علاقة مع شي بنت هي رح تقتلنا؟ إيه بتعمل علاقة مع البنت وبالأخير بتقلك إيه؟ مجنون خالص. صحيح. شباب لا تتمسخروا، يمكن يكون صدق كلامه. رح تموتوا، ما حدا منكن رح ينفد، كلكن رح تموتوا كلكن. ماشي يا معلم، فهمنا انك ما عملت علاقة من 100 سنة، بس ليش عم تخوفنا؟ خلينا ننبسط شوي. خلصنا ايه؟ تأخرنا على وقت العرس، وإذا الشبح ما قتلني وقت أكيد سمران رح تقتلني. ايه معك حق، بس لا تعمل علاقة ولا بيجيك الشبح. ليش عملت هيك؟ واحد حقير. سوكي يلا خلينا نطلع من هون. سوكي يلا. سوكي 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 تحرك يلا. واحد سيء. أنا مو منيح بنوم. إيه يا شباب وين رحتوا كلياتكن؟ ليش ما شفت حدا فيكن وقت العرس؟ هي حذرتنا، هي هون وخبرتني. مين ما كان لازم نشغل السي دي؟ رح تقتلنا كلياتنا. شو بدك؟ شو عم تقول؟ واحد سيء.
أنا واحد ماني منيح. إيه راج شو صاير؟ ليش مستعجل؟ بس خليني ذب الشناتي. أنا آسف حبيبتي، رح خبرك بس تعالي معي هلأ، لازم نروح. راج شو صاير؟ على القليلة خبرني. راج العمى، لازم نروح، لازم نروح. حذرتك من قبل لا تدخل هالمكان، وهلأ ما حدا رح يقدر يوقف الشي اللي بده يصير. هلأ بده يبلش كل شي، هلأ بده يبلش كل شي. في شبح هنيك، امي ليكو. حاجتك مو معقولة، خلص بقى أنا تعبت من مسحاتك هاي. ماما صدقيني شفت بنتين عند الباب كانوا عم يصفقوا، صدقيني. لساتك خايفة من الفيلم اللي شفتيه؟ يلا عجلي شوي، السيد كابور عم يستنانا جوا. روحي أنا نعسانة. بظن أنه وصلنا، هي هي غرفتنا. وأخيراً إحنا كثير تعبانة. هذا هو المفتاح. خايفة؟ لا تخافي، ما في شيء. يلا يلا. شكراً عم تساعدي أمك الختيارة البشعة. لا لساتك حلوة ماما. أنا كنت منتظرة جايتك من وقت كتير طويل راجيني. Yeah!
كدا. طلعي عم قلك مقلب طلعي هي هي القصة. كلية ماثورة دسمنجيلا الشاكتور والي كلية MMS وإعلان وصول راجيني للMMS. أهلا فيكي بالMMS. هلو أهلا. انت مو راجيني الMMS، انت راجيني العنيفة. بيرة؟ لا شكرا. تطلعي؟ شو قلت؟ انه لازم اسألك، بعدين انت بتعرفيني اصلا. القاعدة الثانية وهي بدون الموعد الاول. بتقدر تسكت بقى؟ ماشي، المرة الجاية سوا. جايلكن. مرحبا، آسف على اللي صار. هذا على طول هيك يعني؟ ايه طبيعي، بعتذر على الاستقبال السخيف اللي صار. يعني بقصد كل هالرعب، يعني انه راجيني جاي على كلية MMS فكرنا يطلع ظريف. هو كان ظريف شوي. بس انت وين تعلمتي تضربي هيك؟ بالكلية، كلية البنات. بتعرف؟ البنات مو رقيقين مثل ما مفكرين. انت مبلا، بقصد هن ايه انت لا، فهمتي علي؟ هاي، أهلين راجيني. أهلين. آسفة على نوعية الشباب اللي هون، بس بتقدري تدبري أمورك. تعرفتي على شلة MMS اللي هون؟ لا لسه. طيب هذا راهول الرئيس المحبوب، هو ما نواطي لأنه نحن هالكينو، ولقبه هو التافه. شو؟ راهول التافه؟ ايه، ومنتمنى له يلاقي بنت ظريفة يكون اسمها ظريفة، مشان يعدلوا بعضهم شوي ويتوازنوا. شو؟ انتوا البنات عم تتمسخروا علي؟ وإذا المسخرة حلوة والبنات أحلى كمان. يلا بشوفك بعدين، تعالي نعمل جولة. بالمناسبة أنا زويا. شكلك حبيتي؟ لا بس ما بوشي. صح. وليا دوب لابسة هاي روماليا، قصدي عليا، ونرجس اسمها الحقيقي، بدها تصير نجمة بالتلفزيون مثل هالنجمة البارحة. هاي سونيا، ما في داعي تدرس لأنه أبوها عنده مصاري كتير. أولا أنا طالعة سمينة كتير، شو أعمل؟ جاز؟ لا. وينك أنت؟ تعالي لهون. جاي جاي. جيسيكا سمينة بتنحفها. بتنحفها؟ بس تجي جاز وتقعد جنبها لسونيا بتبين جنبها أنحف، يعني مشان صور السيلفي للإنستغرام. أسمن أسمن. إيه وجعتيني. العمى شو عم يعمل هاد؟ خلوني روح الحمام. شو هاد؟ هي البنت اسمها يامي، هي من عائلة ملتزمة، بتصوم كل أيام التنين، وإذا بدك تبكيها بس روحي وقولي لها علاقة. عن جد غريب، بسبب البنات اللي مثلها لسه لهلأ العالم بتقول شوفوا هالبنت هي قديش مثالية. أنا إذا بلتقي فيها فيني غير لها الطبعة هاد. هذا تومي رياضي، بس راسه فاضي إلا من الرياضة كل الوقت، بقصد إنه هو جاهل. حياته في حل وحيد لكل شي بيشوفه، البروتين. عن جد وضعه مأساوي. ليكي مين هاد؟ كأنه ظريف. لا 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 لا، هذا بابا أميت، أبو القروض وتجميع المصاري،
عم يخطط يشتري لأهله سيارة جديدة. شو قلتي؟ ايه من لما كان صغير وهو عم يوفر. مو معقولة ما في ولا حدا طبيعي هون؟ مبلا أنا وأرتي وبيال كمان غريبين. يلي عنده وشم تنين هي هاكر. لكي كيف عرفتي كل هالشي؟ فكرت الكلية. هذا الجناح عمره شي 20 سنة ونحن كان لازم ننتقل لهون مشان العالم تفكر إنه الجناح عم يتعبى بسرعة ويسجلوا أولادهم بالجامعة هون. كيف؟ مثل ما قلت لك. بس الكلية تسكرت ما هيك؟ وقصص الأشباح كانت حقيقية؟ مين بيعرف؟ نحن نطلب منا ننتقل لهون تقريباً من 10 أيام وهيك عملنا. فيك تشوفي البقية بعد 10 أيام. بصراحة أساتذتنا هنن الأشباح. لو تشوفي 2 منهم عمرهم على القليلة 100 سنة. شكلنا رح ننبسط كتير. أكيد. صحي بدي أسألك سؤال، بهالخطة المخيفة هاي مين المرة الختيارة؟ الختيارة؟ ايه بالأخير كانت في وحدة بتخوف لابسة حجاب وعم تعرج. أنا ما شفت وشها منيح. كانت يامي ولا سونيا؟ يعني أنت شفتيها؟ زويا شو بك هلا؟ لا 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 ما عم امزح. هلا ارتي وبيال كانوا التوأم وراهول هو اللي سكر الباب والبقيه كانوا جوا عم يستنوكي. يعني انت كيف شفتيها لهي الختياره؟ زويا رجاءا خلاص بكفي. شو بك شوفي؟ لا انت شفتي ختياره متاكده؟ ايه اكيد. ها ماما عم تدق لازم روح هلا. هلأ بلشت الحفلة؟ ايه بس لازم روح. طيب نيمية وارجعي بسرعة. ماشي رح حاول. باي. شو بعد؟ يلا خلينا نمشي. يلا امشي. ليك أميت في مشكلة. بعرف المشكلة ولا بنت عم تحكي معي. ليكي لك مو هيك. راجيني شافت الختيارة. أي ختيارة؟ اللي سمعنا عنها، الإشاعات اللي طلعت هون ببناء هي الكلية. بس نحن ما كان في ختيارة بالمقلب مو هيك؟ أكيد بتكون شايفتها على الإنترنت. ما عنا أشبح بالكلية مفهوم؟ لكان ليش هالجناح مسكر كل هالمدة هي؟ بتعرفي قديش عم يدفعوا رسوم؟ سكروها ليوفروا على حالهم ضرائب مشان يفرجوا العالم انهم خسروا بس هيك. لا هي كانت خايفة. مزبوط هون في شي غلط. ماما؟ ماما؟ خوفتيني. شو فقتي؟ ليش قديش الساعة؟ انت ليش قاعدة هون؟ أنا أنت منيحة؟ أنا ما عندي فكرة، ما بعرف شي. مو مهم، بس أنت وين كنتي بهالوقت؟ قفلت السيارة. ماما أنت لازم تنامي خلص تأخر الوقت. بس لحظة
قلي لي شو شربانة؟ ماما هي ريحة تمي العادية، مالي شربانة اي شي. اسمعي بنتي، انا بعرف شو هالريحة هاي مني. ماما هلا شو بدنا بهالقصة هاي؟ بعدين اذا بتعرفي شو هالريحة شمي. شو هالقرف هاد؟ حذرتي؟ روحي فرشي اسنانك بسرعة. ماما صارت الساعة كتير متأخرة هلا، مين بيفرشي اسنان بهالوقت؟ ممنوع منعا باتا، تنامي قبل ما تفرشيهم. روحي ماما فرشيهم يلا بسرعة. روحي لقدامي. روحي. كنت جاي اطمن عليك بس. شو مشكلتك؟ سمران؟ مين لكان؟ لا لا فكرتك. راج انت شو عم بيصير معك؟ إلك اسبوع عم بتقول مضغوط وتعبان ومانك بالمود، فهمنا هذا الشيء وبعرف انه عندك شغل، بس مبارح بالليل اجيت متأخر وحطيت راسك ونمت. انا مبارح ما حبيت ازعجك. معلش بترجاك تزعجني، أنا محتاجتك كتير، نحن لازم نكون مع بعض، بترجاك بدي تكون معي. سمران أنت مفكرة أنه أنا ما بدي هذا الشيء، بس أنا بس شو؟ أنا يعني أنا ما عاد أعجبك بعد ما صرت مرتك؟ ما لا أبدا، مو هيك القصة، بالعكس أنت أحلى وحدة. معناتها ليش مبعد؟ سمران راسي عم يوجعني كتير. راج لا سمران لا. شو المشكلة يعني؟ ما فيك تضلك كل الوقت قاعد لحالك هنيك، نحن متزوجين ولازم نتناقش. راج حكوني يلا بسرعة، شكله خلص العرض، مو شايلكن من أرضكن، كل مرة بيعمل هيك. راهول راهول ليش عم تتجاهلني؟ عليا نحن على أساس حكينا بهذا الموضوع من قبل. هلأ هيك؟ بس أنت من سنة كنت مهتم فيني أكتر. عليا هذا الحكي من سنة، أنا كنت سكران وقتها التقينا بالعطلة الصيفية وأنا كنت وحيد، فكانت علاقة عابرة، لازم تفهمي هذا الشيء. أعطيني كاس تاني. بس بكفي هيك، كأنه صرت شربان كتير. اسمعي لا تبلشي تنظري علي، أصلا منزوع مزاجي اليوم، تقتلت مع أبي. إيش شو الجديد بالموضوع؟ ما أنتوا بتضلوا متقاتلين على طول، بس اليوم أنا اللي بدي روقك. ليكي اسمعي بظن ما لها فكرة منيحة. كأنك عم تزودة كتير، كل عمرك واحد ملتزم، جرب مو غلط. متأكدة؟ ايه رح نكون بلا قيود. أنا كنت سكران عليها ومثل ما قلتي كنا عم نتسلى. طيب من كفي تسلاية. كنت مفكر إنه خلصنا وهي ليلة واحدة وكانت من دون قيود. طيب شو رأيك تشيل هالقيود مرة تانية؟ عليا خليكي بعيدة عني، بكفي، أنا مو جاي عبالي، حطي هالشي براسك.
كانت شفتيها شو عملت؟ أوف، كل هالشي مشان هاليوم. أنا هلأ بدي أمشي. ما رح تعدي شوي؟ ما بدي، كل الوقت كنت عم سوق، تعبانة كتير. يلا بشوفك بكرة. ماشي، باي. بنات بكفي، خلص لعب. استنى، وقت رح حمل هذا الشي على اليوتيوب ساعتها بتفهموا كل شي. بنات خلص بكفي لعب. اهدي اهدي راجيني، ما تخافي، خلاص اهدي. شو بكي؟ واحد ميت، ميت. شو؟ مين؟ خلاص راجيني اهدي شوي. شفت بعيني، ما حدا قال لي. شفت بعيني، شفت بعيني، شفت بعيني. شو قصتك انت؟ مو شايفه كيف خافت راجيني؟ كان هنيك في واحد، انا متاكده، وشانق حاله.
شفته بعيوني، أنا ما بعرفه. متأكد؟ ما بعرفه مين هو. إيه؟ إذا هيك أول يوم رح ننبسط كتير. إذا ما بتخرس هلا رح تبوسيني. يا جماعة شو بترجع مع هيك؟ شو عم بيصير هون يا شباب؟ ماما الصراحة إنه كانوا عم بيلعبوا. قولوا ماما. قولوا أنا آسف كتير. تعي معي على الغرفة هلا. ماما أنا شفت رجال كانوا. تعي هلا وفورا. ماما بتعرفي عندي دليل. وينه موبايلي؟ استني شوي. هلا رح تصدقيني. هلا بتشوفي. دقيقة سجلت فيديو كمان. شوفي شو؟ وين ال... أنا شفته عن جد. راجيني أنا تعي معي. أنا شفته كان هنيك. تعي معي هلا. ماما بترجاكي تصدقيني. ماما حاجتك تخريف عن جد. خلاص نصيحة، اعتبر حالك ما سمعت. شو؟ وأنا كمان شفتك كيف ماسكها هون، واعتبر إنه سرها كبير. إيه خلصنا بقى. خلاص يا زلمة سرك كبير، لا تكتر حكي. قوله بكفي وبدك توعديني من اليوم ورايح ما في دخان ولا حفلات من نص الليل. بترجاكي قوله نحن ما خرج نغير لك الكلية مرة تانية. بس يا ماما ليش ما عم تصدقيني؟ أنا شفت الشبح بعيوني، أنا متأكدة من هالشي. بعدين أنت بتعرفي إنه هالكلية إلا تاريخ مو؟ إيه مزبوط، الشبح كان ناطرك هنيك كمان ما هيك؟ كان ناطرك تيجي وتحتفلي معه بشي حفلة ما هيك؟ بنتي أنت شو قصتك جاي لهون لحتى تتسلي يعني؟ بس ماما هالشي ما بيسلي أبداً. أنا كمان تسليت كتير أيام الجامعة وعملت كتير شغلات حلوة، بس أنت ما في ببالك غير إنك تتسلي. مرحبا. هذا أنا المدير راجات كابور، بخدمتك دائما. كيفك كافي؟ شو؟ هذا أنت المدير راجات كابور؟ إيه أنا. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا، كيفكن اليوم؟ حبيتوا غرفتكن؟ مرتبة مريحة؟ إيه أستاذ منيحة. بس استنى راجات كابور كيف هيك؟ مو كنت را هذا كان الاسم تبعي، ولهيك أخذت كنية مرتي بعد الزواج. هلأ صار اسمي راجات كابور. ومين هاي؟ هاي راجيني طالبتك الجديدة. هاي بنتك؟ واو شرفتي الكلية يا أنسة، وعلى حسب ما سمعت فأنتي مو بحاجة الترحيب بنوب ما هيك؟ لساتك مثل ما أنت يا راجو. ايه طبعا، بس لو سمحتي بلا هاي راجو، أنا صرت هلأ مدير. طيب شو عم تعمل هون الساعة 4 بنص الليل؟ كنت حابب اني اشوفكم الصبح، بس بعدين عرفت انه صار معكم شيء بالمستودع مو هيك؟ شو القصه؟ هو عن جد اسفه، بس هي بنتي بتمشي 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 بنومه. شو؟ لا مو مزبوط. راجيني استاذ انا شفت في واحد انتحر بالمستودع. ايه بلا كيف عرفتي هالشي؟ شفتي انا قلت لك انا شفت بعيوني اليوم انه في واحد شنق حاله. راجيني بلا قلت عال هاي غرفة فيها فيران ميتي، أكيد هاي بتكون أشباحها. بس أستاذ أنا عن جد بكفي ماما. هاي بسيطة، الأولاد بيحبوا قصص الأشباح وأنا كنت هيك. يلا ارجعي على غرفتك، شو عم تعملي هون؟ هلا تأخر الوقت. خايفة إنه تروح على المستودع مرة تانية ولا شو؟ خافت من الأشباح. سكتي. رح أشوفك بكرة بغرفة الأساتذة. أكيد. يلا باي. تصبح على خير. وانتي من اهله. راجو
مرحبا زويا. أهلين. مرحبا روم عليا، قصدي عليا. أهلين سلو تاجيني. سلو تاجيني؟ إيه صحيح تذكرت، شو كنتي عم تعملي مع راهول مبارح؟ راهول أنا مبارح هو شاتي نشر الصورة على المجموعة. إيه شو يعني؟ أنا بس وقعت عليه. وقعتي عليه؟ ولا عملتي حالك وقع عليه؟ فكرت بس الشباب بيوقعوا بالصدفة على البنات، فهمتوا قصدي؟ بس أنا ما حدا بيوقع علي. خلاص اسكتي جيس، أنا عم أحكي عني أنا مو عني. وشو الغريب بالقصة يا بنات؟ أنا مبارح انحبست بالمستودع ولما فتحت الباب ما شفته غير قدامي. معقول؟ أنتوا مو مصدقيني؟ أنا شفت شي خطير مبارح. قصدك شي على راهول ما هيك؟ اسكتوا كلكم بقى، أنتوا رفقاتي ولا رفقات راهول؟ شفت الطريقة اللي بتطلعوا فيها على بعض. يا بنات فينا نفوت؟ شو هالسؤال الغبي؟ طبعاً بتفوتوا حتى أنا. يلا فوت. هاي بيب. كلامها مزبوط، كانت بالمستودع والباب كان مسكر من برا. ايه والزلمة شنق حاله كمان، صدقوني أنا شفته بعيوني. عملتوا فيها مقلب مرة تانية؟ الكل كانوا بغرفهم وما في حدا فايق وقتها، وأنا أجيت لأنه سمعت صريخة. راجيني شو شفتي بالمستودع؟ ما بعرف، شفت رجال منتحر بالمستودع، يعني يمكن لهيك سكروا القسم من قبل والمدير كابور قال لا، بس أنا حاسة إنه في شيء. معناها ما في غير طريقة واحدة لنعرف. معك حق، خلينا نروح. إذا طلعنا على الكتب القديمة اللي هون يمكن هيك تقدري تعرفي الزلمة اللي شفتيه مبارح بالمستودع شانق حاله. يعني أنت صدقتيني؟ مو مصدقة، بس هو إيه؟ أنا بصراحة عندي فضول لأعرف الحقيقة. وليش بس أنت اللي بتشوفيهن؟ شوفوا هون شو صار. لقيتي؟ لا هاي صورة ماما. وشوفوا كمان المدير كابور مبين واحد أجدب. ما نحن عم ندور على الزلمة، لا تضيع الوقت. ليش هيك عم تحكي معه؟ ها؟ هاي شو عم تعملوا هون؟ يلا طلعوا له برا بسرعة. في حدا مات هون من قبل شي؟ شو هالحكي اللي عم تقوليه؟ ومين قالك هالحكي السخيف؟ يلا يلا بسرعة طلعوا وقال رح خبر المدير عنكم. ها؟ راجيني امشي تعي. فيكم جميعا بالكلية، وجوه مشرقة وكلها حيوية. أنا بصراحة مبسوط كثير. أول شيء بدي أعرفكم على زميلة جديدة معنا، وهي انضمت لنا المدام كافيتا، راح تكون مدرسة العلوم الجديدة. هاي. حاليا الكلية ما عم تشتغل بكل طاقتها، بس قريبا راح يتعبى المكان بالطلاب والأساتذة. راح نفتح السنة سقوط بالجناح القديم كمان، وراح نسعى لنطور كل شيء بالكلية لصالح طلابنا. الإشاعات أساءت كتير لسمعة كليتنا، بس الوضع عم يتغير. مين اللي تغير؟ على كل بعد التوجيه راح أطلب من المدرسين يبقوا بهذا الجناح. هالجناح كبير وفي مساحة كافية للكل، وأنا متأكد راح تكونوا مبسوطين. شباب وصبايا،
أنا بصراحة عم بسمع همس كتير هون، لهيك خلوني أخبركن هلأ عن الكافتيريا اللي جنب الكلية، المكان المخصص للتسلية عن طلاب كليتنا والكلية اللي جنبنا. لسه في وقت لتبلشوا دراسة، لهيك حاولوا تنبسطوا بس بحدود طبعاً. تفضلوا عن إذنكن. هف مليت، يلا خلينا. هاي مو كافتيريا أبداً. أكيد بنلتقى وبشوفكن عن قريب. أكيد رح خبرها. جافيتا؟ نعم. أنا حابة أقلك لا تضلي هون أبداً. عن جد؟ ليش؟ ليش ما بتعرفي؟ تأكدي إنه كتير خطر تضلي هون، هالمكان بخوف كتير. إيه معك حق، بس ما حدا بيعرف هالمكان قدي. كنت طالبة هون من زمان ولهيك بعرف المكان كتير منيح. معناتها لازم. لا يا مدام براغانزا، النميمة شي بشع. لا أستاذ، بس كنا عم تخوفوا المدام كافيتا. لا هون حتى الأساتذة بيلاحقون على الدعسة. لا مو هيك أبدا، بس هي كلها إشاعات. يلا تفضلي. شوفكن عن قريب. منشوفك. أنا كتير متحمسة لأرجع الشارع. طبعا، ونحن كتير سعداء فيكي. مو معقول، مو طالع بإيدنا نعمل أكثر من هيك. ما في فايدة أبدا، خلينا نروح. المكان حلو يا شباب، مبين كتير مرتب. طيب شو بدك تشرب؟ حكي لي. انت معي شو بدي اكثر من هيك؟ شو هذا كله؟ يا عيب شو؟ على فكرة واحد مثلك بيضرب سمعة الشباب اللي مثلي. أنا أي سمعة عم تحكي؟ أنت عندك سمعة؟ أهلين. إيه أنا بسمع الحكي من الصف السابق، ما في داعي تذكريني فيه أبداً. معقول عم تطلعي فيه؟ لا أنا ما عم بطلع، أنا عم بفحصه بس. شو رأيكم؟ كم عضلة بجسمه؟ بصراحة ما بعرف، بس مبين بطل. عن جد؟ كتير حلو. بعد كم عضلة إذا بدك؟ بكفي، روح من هون، هي معي. عفوا؟ أنا جاي لحالي لهون. طيب خدي راحتك لكان. تامي، نسهر أنا وإنت مع بعضنا، شو بدك فيهم؟ لا شو المسخرة اللي عم تصير هون؟ انت بعمرك ما كان عندك حظ. ايه عادي. الفريز والكريمة. اطيب مشروب بيقدموه بهالمحل. عن جد؟ ايه بس خايف ما يعجبك ذوقي. انا رح حبه كتير وبدي كاستين. بتعرفي انا عن جد كتير زعلان لانك ما رح تكوني كليتنا. صراحة كليتنا بحاجة لبنات حلوين. ايه معك حق، بس ما عندي خيار تاني لأنه ماما مدرسة بنفس الكلية، لهيك لازم أكون هنيك. ايه وإذا نحن بحاجة كتير لأساتذة كمان. مهضوم كتير. بكل الأحوال بتمنى أنك ما تروحي على الجناح الجديد. شو؟ يعني أنا بعرف أنه منيح. أنت هيك مفكرة، هذا المكان له مقفول أكتر من 20 سنة. يعني شو؟ شو هذا المبنى مسكون، كان مسكر مشان هذا السبب وانفتح هلا لانه المدير بده مصاري. راهول، كثير شغلات عم تصير، انا رح اتغدى واتعشى بهالمكان الحلو هذا. استاذ عم بيسحبوا السياره تبعك، اركض بسرعه قبل ما ياخذوا. برنس هاش تاو، وانتوا الحقوا فيكم، يلا بسرعه. هذا اجدا راح وصف سيارته بمكان ممنوع، وهلأ شوف شغلك وما تضيع الفرصة. ها كان عم يقلي إنه كليتنا مسكونة. إيه حكي فاضي، وعلى فكرة كليتهم فيها أشباح من زمان وعم يشوهوا سمعة كليتنا. طيب شو غايته من هالشي؟ التنافس يا روحي، من سنين هالشي بيصير، الكليتين هدول ضد بعض من زمان، التنافس من كرة القدم للتنافس العلمي، كل واحد بده يثبت حاله أكتر. عجبك شعراتي؟
مو هيك؟ لا مو مزبوط. عليا لوين رايحة؟ خلص انسي الموضوع، رح تلاقي شاب أحسن منه. هالشي مو صح، أنا عن جد بحبه. لك هذا واحد ملعب، ليكي فوراً لقى بنت جديدة هو معها هلا. ليش ما بيطلع فيني هيك؟ أنت عم تحكي هيك لأنك مقهورة، شو رأيك تخلصي هالتخلص؟ معك حق، أنا شو عم أعمل هون؟ لازم أحكي معه ووضح الأمور. عليا مو صح تروحي لعندهن. عليا مرحبا. مبسوطة بوقتك رهون؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ لأنك حقير، قلت إنه ما بدك تدخل بعلاقة هلا. شو عم تعمل أنت؟ عم تلحقها كل الوقت؟ بعد شو؟ بعد كل اللي صار بيناتنا؟ استني شوي، قلتي صار وما عاد يتكرر، وأنا سبق وخبرتك إنه ما في أمل. حاج بقى عليا. لاما مو معقول شو هادي اللي عم شوفه هون؟ كتير بشع هالشي. شوفي شو رح أعمل، رح ورجيكي قيمتك. ميرا انتي جاهزة تواجهيني؟ تومي شو عم تعمل بتخت راهول؟ كنت نايم هون مبين شو عم أعمل. يعني راهول مو هون، بعدين شوفي قديش الفرشة. يلا بس تومي انت خشن كتير. ها ايه انت سكوت. العمى بعيونكم. شو العمى بعيوننا؟ شكله لازم نتفاهم. اسمعي اسمعي عليا عليا استني بس بدي احكي معك كلمة. ليكي انا بقدر افهمك بس راهول ما عاد إليك. شو بس لا تاكلي أهم شي. أنا رح ضل واقف جنبك. يلا احضنيني هلا. هي لسه ما خلصت. سمعت شي صوت؟ لا ليش؟ كأنه سمعت صوت حدا عم يصرخ من هالجهة. اي هذا قلبي. اي شو هالحكي هاد؟ اي عن جد هاد قلبي عم يصرخ بصوت عالي بده. شو بده؟ شو هاد؟ عليا 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 اسمعي عليا اوعيك وقفي عليا عليا اذا سمحتي اسمعي عليا عليا لا اوعيك عليا استحمي يا عليا 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 عليا
سوكي برميت يا شباب سوكي سوكي شو قصتك ليش ما عم ترد انتي عم تقولي انه في حدا دفشة؟ ايه بس نحن مستحيل اي حدا بالكلية يعمل هيك شي ما عنا هالحركات هي لك بس عم تقول انه شبح هو اللي قتله شوفوا بالضبط عن جد؟ بتصدقي هيك شي؟ عم تقول انها عم تشوف اشباحها من اليوم الاول اللي اجت فيه هذا يلي صار بالضبط ليش لحتى اكذب يعني لك انا عم قلكن انه شفتهم بعيوني يعني مثل ما شفتي شبح بالمستودع وسجلتي فيديو ايه مزبوط راجيني سونيا قصدي المدير كابور طالبك بمكتبه انا شوي وبرجع انت منيح ايه عم فكر بس ما قدرت اعمل شيء ما قدرت أنقذها ولا يهمك هذا مو غلطك بسيطة فيك تفضفض لي أنا جنبك إيه؟ عم تدوري على شيء لا استاذ حضرتك بعتت وراي مو مشكلة بس بما انك اجيتي رح اسألك انت منيحة
أكيد مصدومة بعد اللي شفتيه هون ما؟ لا أنا منيحة. ماشي، لكان شو هالإشاعات التافهة يلي عم تروجي لها؟ شو حكايتك مع قصة الأشباح؟ ما رح أتحمل هيك شي بكليتي. أستاذ صدقني أنا ما عم كذب، أنا شفت مرخة يارا. بالله مرخة يارا؟ أستاذ مبارح كانت واقفة ورا عليا وسبق وشفتها من قبل. راجيني لو سمحتي، نحنا ما في عنا مرخة يارا بهالكلية، لا كانت ولا رح تكون. طيب ليش لحتى كذب أستاذ؟ عادة الأولاد بيعملوا هيك ليلفتوا الانتباه. إيه بس أستاذ أنا مو بحاجة انتباه حدا. ممتاز، معناها بطلي تنشري هاي الإشاعات وتخوفي الناس لو سمحتي. بترجاك إنك تصدقني عم قلك إنه عليا ما نطت. أنا اللي عم قلك وقفي هالإشاعات وفورا كمان، وإلا رح أضطر أتصل بأمك. بس يا أستاذ أنا موجودة هون. منيح، اتفضلي فهميها، أنت بنت ذكية بس ما بعرف شو صار لك. أستاذ أنا بعرف شو يلي شفته ورح أكتشف القصة. ممكن هالشي يساعدك. هيك رح توقفي نشر إشاعات عن المرأة الختيارة؟ بس يا ماما مستحيل هالشي، أنا عم قلك إنه مو مظبوط. هالمرة أنا ما رح سايرك راجيني، أنا عن جد مليت كتير من كل قصصك الخيالية. شو عم يصير معك من 3 سنين لهلا؟ الشيء الوحيد اني انا عم بكبر اوعى ماما. تمام وانا كمان. ماشي، انا مو مثل باقي الامهات، حاولت اتقبل حياتك وما غير فيها شيء، تقبلت رفقاتك وحفلاتك. اذا كنت بتقبلي كل هذا الشيء فليش عم تصرخي هلا؟ لاني عم اجبر حالي على هالشيء، كل الوقت عم حاول كون رفيقتك بس انت كثير. طيب عم تتمادي. طيب مين طلب منك تكوني رفيقتي؟ لو سمحتي ماما الرفقات بيصدقوا بعضهم بكل شيء وبيوثقوا ببعضهم كثير، بس واضح انه انت مالك رفيقتي ابدا. بتمنى ما تكوني قاصدة هالشي راجيني. ماما أنا اللي كنت دائماً رفيقتك مو أنتي، وبعمرك ما كنتي رفيقتي. راجيني انتبهي منيح، أنا أمك هون مو العكس. شفتي هي المشكلة، هي مشكلتك بس تكوني مو عارفانة شو بدك تعملي، بتجي لعندي وبتعامليني كأني بنتي كبيرة وناضجة وبتقولي قولوا شو أعمل، وهلأ فجأة بلشتي تعامليني كأني طفلة. طيب أنا شو ساوي؟ وأنا كمان بدي حدا أنه يساعدني ويحللي مشاكلي، مو العكس ماما. انت شو عم تساوي هون؟ عم دور على الواقي، وقع على الارض وبدي لاقيه. ما بصير تستعمله مره تانية. بدي خبيه مو استعمله، بلكي شافته الشرطه رح يكون حمضي النووي وحمض عليا. لك يا غبي جرب بس مره واحده تفكر بعقلك. امبارح انا وعليا كنا شو يعني يا عن جد؟ لكان فكرك ليش أنا خايف كتير؟ ليكي الشرطة بتشك بالناس المقربين أول شيء، وشكت بمعجبينا من الأول، لهيك رح خبيه مشان أنقص حالي. إيه لا تخاف ما رح يشكوا فيك لأن انتحرت المسكينة. شو جنيتي؟ كانت خايفة، كنت معها كانت خايفة وهربت، تركتني وركضت فورا وبقيت هون واقف مثل الأجدب. عن جد؟ أنت متأكد؟ ما في شاب بيكذب بمثل هيك قصص. بدك ورجيك الدليل؟ طيب شو شافت؟ مرخة يارا؟ عن جد ما بعرف، كانت عم تصرخ إنه في حدا شايفنا وأنا ما رديت عليها. ما أحقرني، يمكن كنت أنقذتها. ما بسيطة، أنا حزين. العمى شو مقرف وسخة. راهول راهول هاي راهول اسمعني شوي. ما في داعي لهالشيء. لا بدي اشرح لك اللي شفته. وكان راجيني ما بيهمني ابدا. لازم تسمعني شوي، هي شافت حدا، حتى شاكتي سمعها عم تقول هيك. انت شو قصدك؟ قصدي انه عليا كانت مع شاكتي امبارح، شافت شخص وخافت قام هربت، وبعدين انت وهلا انت مصدقني؟ عم تحكي عن عليا؟ ايه لكن عن مين؟ لا انسي الموضوع خلاص. عن جد؟ كان لازم برر لك سبب معانقتي لشاكتي؟ شو؟ ما كان لازم اعمل هيك شيء. مثل ما قلتي ما لازم تعملي شيء. لا بتعرف شغلة، أنا بحب عانق الشباب وما بوفر حدا، أنا هيك كتير وحدة تافهة. ارتحت؟ لو سمحتي روحي. شو؟ ليش هيك اللي يتقبوك يعني؟ اي نعم وهلأ روحي. انت يلي روح.
شفتي هالشي بمكتب المدير مو هيك؟ ليش ما خبرتينا؟ شو؟ هالشي ما له صح. لا عاد تحكي بقى، هذا اعتراف عليا بالانتحار، ليش حتى تكذب؟ وعليا اجت مبارح على غرفة الشباب. ايه مزبوط، حتى هي اجت على تخت راهول، بس تومي كان نايم عليه. ايه وعرفت بوقتها انها بتحبه لراهول. يا جماعة فهموني لشو هالحكي؟ حاشتك تمثيل راجيني، مكتوب بوضوح انه عليا اندحرت لانها شافتك مبارح مع راهول وكان عم يغازلك، هي حبت راهول وهي خبرتك بالموضوع لا كمان. لا ما خبرتيني بهالقصة. اوه قصدك نحن الكذابين وانت اللي عم تشوفي الاشباح صادقة ما هيك؟ ناقص، اصلا ماني مضطرة برر شي بنوب. لا مضطرة لانه هالمرة في شخص مات هون. طيب انا ما عندي فكرة ابدا مين منكن عملت علاقة مع راهول، بس بعرف انه تومي واميتي يمكن بيحبوا راهول. بتعرفي ما بيهمني هالعلاقة كله، ويا انسات انا ما بحبه لراهول، لهيك هلا فيكن كلكن تروحوا وتحبوا راهول وتتركوني بقى بحالي. انت اللي خليك بعيدة عنا، وحدة مجنونة. رحت عبيت سوكي وبرميت. شو انت جنيتي شي؟ ايه جنيت. بدي اياك تفهمني شو اللي صار. هي ما كانت فكرتي أنا. شو صار هديك الليلة راج؟ سوكي وبرميت ماتوا. ماتوا؟ أنت كيف عرفتي؟ لأني اليوم شفت الشبح يا غبي. العمى حتى برميت؟ أنا لازم أروح. لازم أروح. شو عم تصير؟ شو عم تعمل؟ شو جنيت؟ رجات خوفتني كتير وقف قلبي. آسف. كيف راجيني؟ صعبة مثل العادة. ايه هالشي طبيعي، اتنيناتكن شخصيتكن قوية فلا تزعلي. بس أنا لهلأ لحتى أخذ شخصية الأم. عن جد؟ ايه عن جد، صدقني بضل خايفة عليها، وهلأ قصصها مع الأشباح. أنا ما عم بعرف، عم فكر أخذها عشي دكتور نفسي. مو معقول هالحكي، كلي جديدة عليها ولازم تكون صداقات، وأكيد وقتها بتتغير، بس أنتي لا تقلقي عليها. إيه لازم هيك، وأكيد رح أشتغل على هالشي، رح خلي فترتها بالكلية تختلف عني أنا. بتمنى أنه ما تعرف شي أبدا شو صار بهالكلية من سنين طويلة. عن جد هالبنت غريبة، عليا اعترفت بكل شي وهي عرفت وخبت هيك شي كبير عنا. بس كيف كشفت الموضوع؟ بلكي تحولت لقضية تحريض على الانتحار. ايه بظن لازم نعمل هيك، لازم ناخدها على الشرطة، الوضع كله تغير من لما اجت حضرتها. وهو لازم ينحبس، هو لاحق راجيني وعليا نطت لتنسى. يا هول شبح، هذا هذا يا هول طول شو جنيت؟ انت شو عم تخرج معه؟ مالي مجنون ولا كلمة، وليش ما فيني احكي؟ كانت حبيبتي، شو ما بحس يعني؟ ما رح اسكت بقى، خلاص خلص بقى. شيل ايدك، حولوا بالكم. اول شي راجيني بتقول انه شبح قتلها، وهذا شو عم يحكي؟ ما بيهمني اذا كانت حبيبته، شو بعمل له يعني؟ بسيطة راهول، خلص انا معك. العمى شو هاد كله؟
شفتها بعيني صدقوني يا بنا. شوفوا هذا هو سيدي، ما بعرف كيف مرتبط بكل شيء، بس هذا هو نفس السيدي يلي شفته بشنطايتي. وشهاد هدول منين جبتي اياهم؟ كم وحده رح تحس فيه؟ كلنا معنا صورك، شو رايك؟ ايه وحتى راهو. مين عمل هيك؟ مو وقته هالسؤال، انت شو اللي عملتي؟ انت سكتي ولا حلقه. يعني انت بعلاقه بهذا الشاب؟ لا هي بس بتكون رفيقته مو هيك؟ يعني عم تخوني راهول؟ لا اكيد راهول حبيبة الثاني، البنات اللي مثلها هيك بيكون. من اي بنات انا؟ مين انتو اصلا لحتى تحاسبوني؟ في وحده ماتت هون، في غلط كبير عم يصير حوالينا، وطبعا حضراتكم مو هاممكن شيء ابدا غير مين بيكون حبيب راجيني. بتعرفوا شو؟ انتو تافهين وما بتستاهلوا تعيشوا ابدا. يا ريت ما عرفتكم. مو معقول شو وقت راجيني راجيني راجيني. ايه شوفي ليكي، هذا عن جد حبيبك هلا؟ شو انت جاي عم تمزح معي هلا؟ لك عليا ماتت وما حدا منكم هامه هالشي. انا ما بعرف شو في بقلبي سيدي، وانت ما بعرف اصلا ليش عم ضيع وقتي كله واحكي معك هلا. اسمعي بس كنت حابب افهم القصه. وليش لحتى تفهم؟ وشو سبب لحتى تفهم اصلا؟ بدك ترتبط معي؟ اه تعرف شو بكرهك، روح شوف البنات اللي بيحبوك. اللي صار بس روحي شوفي راجو مات. خديني من هون. ها خديني لبعيد مو حابب هون. بس ماما شو صار؟ هالمكان سيء كتير، لازم نروح من هون فورا. يعني شفتي حدا ماما؟ بعديني بسرعة عن المدينة وعن الكلية، خديني من هون بسرعة. قليلي شفتي المرة الختيار؟ خديني من هون بسرعة عمول. ماما يلا نروح، ماما يلا امشي، يلا ماما يلا. صدقيني على القليلة هلأ، بس انتي بتعرفي منيح اني ما بخاف بسهولة، بس عن جد في شي غلط عم يصير بهالكلية ماما، وهلأ حتى راجو كمان مات. وبحلف لك ماما اني شفت مبارح مرة ختيارة هي دفشتها العالية، وشبح عالية هو يلي اليوم اخدني لعند السيدي لحتى اشوفه، وانا احترته ما عم بفهم شو عم يصير هون. ماما ماما مالك مصدقتيني؟ ما رح ورجيكي سيدي، كل شيء موجود بهذا السيدي. شوفي ما بعرف شو هو بس في شيء اكيد. الو قولوا وينك انت؟ ماما ايه اكيد امك، لكن وينك انت؟ قولوا راجيني ليش ما عم تحكي؟ راجيني قولوا شو عم يصير؟ ليش عم تصرخي؟ انت منيحه؟ انت مالك مصدقتيني ما؟ بس كل شيء موجود بهذا السي دي، شوفي ما بعرف شو هو بس اكيد في شيء. الو الو راجيني راجيني وينك؟ ماما ايه امك، لكن مين بدي يكون؟ وينك انت؟ قولوا راجيني ليش ما بترجع لي؟ راجيني شو عم يصير؟ كنتي بتحملي حالك وبترجعي على البيت فورا. طيب جاي فورا، يلا باي هلا.
العمى. حبيبتي خليني اخليك جولو. بنتي عم تسمعيني؟ جولو جولو يلا يلا جولو. خليني احط لك يا دوا منيح يا امي. ماشي ماشي حبيبتي. هي منيحه بس هلا هي بحاله صدمه مو اكثر. عملنا لها كل الفحوصات والتحاليل، ما في داعي تقلقوا، هي بحاجه شويه راحه. أنا آسفة كتير. أنت اللي عملتي كل هاد؟ شو عملت ليش؟ أنت شاركتي صور راجيني من رقم مجهول على المجموعة؟ يعني مين ممكن يعمل هيك شي غيرك أنت؟ لكي أنا ما عندي أي اهتمام براهول حتى أفضح راجيني، فهمتي؟ أنا ما عملت أي شي. بس فيك تروحي لعند سونيا هلأ، لأنه بصراحة ما بعرف إذا رح تشرب راهول أو تاكله. مو معقول شو حلوة. عرفني، احترم حالك شوي. أعطينا 3 كاسات. هاي زويا. أهلين. أنا آسف مشان اللي صار مع عليا. شكرا. بصراحة ماني قدران صدق هالشي، كنا حنتقابل بالعطلة. وأنت ليش كنت رح تشوفها؟ زويا، يعني ما كنتي بتعرفي نحن على علاقة؟ صحيح. هي كانت رايقة، ما بتزعل فجأة مثلك. وشوفي هاي، كانت تبعتي رسائل كل يوم الصبح. هي اللي بعتت لك كل هالرسائل هدول؟ قصدي شو هاد؟ شو قصدك؟ شباب شباب، راجيني صار معها حادث. يا حرام. شو؟ ما تخافوا يا شباب، راجيني صارت منيحة، إجرى مجروحة شوي وهي لازم تاخد استراحة. ماشي؟ ممكن شوفها؟ قصدي فينا نشوفها؟ لا قصدي يعني فيكن تشوفوها بس بكرة، هلأ هي نايمة. هي منيحة يا شباب، يلا روحوا على غرفكن. هي منيحة عم بقلكن، فيكن تشوفوها بكرة الصبح. تصبحوا على خير. تعال راهول يلا خلينا نروح. أستاذ، عندك رسالة الانتحار اللي تركتها؟ لا، الشرطة أخذتها معها. ليش؟ لا ولا شي، عم بسأل بس. شكرا. مرحبا راهول. سونيا، حمامات البنات اللي عنا كانت مو شغالة لهيك. ايه. انت عم تطلع على جسمي مو؟ لا ابدا مو هيك، انا بس كنت عم شوف الرمز اللي هنيك. هاد. ايه هذا اس اس، اختصار لسونيا سيغال. هذا الرمز حطه بابا على كل تيابي. تعرف هون كل البنات بتستعير من بعضها وتيابي أحلى شي بيناتهم. ايه مزبوط. تعرف راهول، أنا كتير محبطة. بالأول عليا وبعدين راجيني. أنا خايفة، أنا كتير خايفة سونيا. حياتي ما خفت هيك عن جد. اسمعيني سونيا راهول. اسمعي انت، اسمع
اسمعني سونيا، اسمعي شوي سونيا، اسمعيني سونيا. سونيا هذا مو سونيا، سونيا خلاص أنا آسف. أنت جناتي؟ جسمي برازيلي. شو؟ بيقولوا لي إني بشبعهم كتير. بتحب إنه نتسلى شوي؟ عندي مشاريع كتير بتسلي. اسمعي أنت جناتي، أنا ما بحب هالشغلات. شو مشكلتك؟ لما راجيني بتعمل هيك كنت بتحبهم وقتها؟ اسمعي انتبهي لكلامك ماشي؟ رح كون مع البنت اللي بدي اياها مفهوم، هي مو شغلتك، هي حياتي وهذا قراري. لا انا بكون سونيا سيغال وانا اللي بقرر، وهلا اشلح لشوف. حلي عني العمى، شو مجنونه؟ انت المجنون، سونيا سيغال كل الشباب بتركض وراها. حبيبتي انت منيحه؟ اسمعيني لو سمحتي، بعرف انك مفكرتيني مجنونه بس لا. انت لازم تصدقيني، انت كنتي معي بالسياره، انت كنتي معي، كنت اخذتك على شيء مكان لانك كنتي عم تبكي، وبعدين انت اتصلتي. روقي روقي ماما، روقي لازم تصدقيني. ماشي حبيبتي بنحكي بكره. وحارس المكان هداك اللي اسمه راجو ما شفته بعيوني، صدقيني ماما. كيف انا رح جن؟ ساعديني. طيب خلص اهدي بنتي، راجيني اهدي وروقي حبيبتي، خلص طولي بالك. قولوا شو هاي؟ ماما ماما ماما، قلت لك كل شيء مرتبط بهذا السيدي. اي سيدي حبيبتي؟ السيدي اللي اجاني ما بعرف من وين، شبح عليا هو اللي اعطاني. طيب طيب ماما، راجيني ماما لازم تسمعيني، بترجاكي راجيني. روقي حبيبتي روقي، يلا اهدي يلا ارتاحي. لا مو ميت، هو نايم. طيب والدم؟ كان عم ياكل. 100 مرة نبهته لهالزلمة إنه ما ينام لما يكون عنده مناوبة. راكو مضايع وينه؟ صباح الخير استاذ. 100 مرة قلت لك لا تنام وقت اللي تكون مناوبتك، لا بقى تاكل وتنام، مبين كأنك عم تنزف. إذا كررت هالتصرف رح أطردك، مفهوم؟ آسف أستاذ. تفضلي. عن جد منظره بيخوف. راج رد على التليفون. مرحبا، انت منيحة؟ فيك تنقلع من هون هلا؟ لحظة بس بدي اطمن عليك. ليك فهماني عليك، بدك تشوف مين متخبي تحت تختي او ورا المخدة؟ شو مشكلتك؟ انت فهميني ليش هيك عم تتصرف معي؟ انت شو مشكلتك؟ ما قدرت تتحمل انه انا عندي صديق تضايقت كثير ما هيك؟ انا ما بيهمني هذا الصديق تبعي. انت تصرخ بقى، هاش تحكي وتصرخي. انت اكيد مريض مريض. ولا بتعرف شو؟ انت ما دخلك بهالموضوع. تعرفي شو؟ انت مو منيحة ابدا. اي وانت ما بتستاهلني. انا اللي ما بستاهلك، انت وحده مو منيحة. انت مالك منيح بالمرة، انت ما بتستاهلي الواحد. هذا بيعني انها خوفت امها القوية، فينا نقول انها خوفت تفيتها. رجاء هي ما خوفتني ولا شيء، بس ايه حتى انا فكرت انه في شبح. السي دي وفكره انه راجو مات، راجات وهديك العلامة اللي على رقبتها، مبين كانه في حدا شد على رقبتها بقوة كبيرة. بجوز تكون قازت حالة من حزام السيارة، هي صار معها حادث كفتة. يلا لا تخافي، كل شي راح يكون منيح،
الأشباح ما أنا موجودة، وأنت شفتي راجو لساته عايش، وكمان مخيلة راجيني شغالة. هي تجاوزت حدودها، تعرف شو؟ بكرة رح أعطيها درس مرتب. ايه يا أنسة راجعت بلا مسخرة. أوه حلو كتير. ايه فعلا كان شي كتير حلو مو طبيعي على فكرة. عن جد مو طبيعي. نحن شو عملنا؟ عن جد نحن شو عملنا؟ طفينا النار ولا شعلناها؟ هالشي كان مثل خلينا نرجع نعيشه ونكتشف. تعي لعندي راجيني. هالشي اللي صار شي رح تندمي عليك. اسمعيني اسمعيني بس شوي. انا خلص خلاص هي اجت وصارت تبوسني. ايه بعرف لك سونيا هي اللي اجت لعندي. انا كيف بتسوي هيك؟ انا ما دخلني بشي. اسمعيني منيح، انا ما دخلني باللي صار. ما شي بنوب. خلص اسكت انقلع. قلت لك انقلع. مع انه كان لازم تسمعيني. واحد حقير انقلع. قال شو؟ أنا فكرته شاب منيح. هو مو ذنبه أنت اللي عملتي بحالك ليش هيك. ليش أنت هون هلأ؟ شوفي هي كتابة عليا، الخط والقواعد، الرسالة الانتحار اللي تركتها، مو أسلوب كتابتها. يعني أنت مصدقتيني مو هيك؟ ما بعرف، بس كل اللي بعرفه أنه الأساتذة بالسنتين اللي مضوا نبهوا عليها أنه ما تكتب بلغة رسائل الاسمس، وهي رسبت بسبب هالشي. تعرفي في شي مو مزبوط. ايه صح في شي ماله مزبوط، وكل شي مبين أنه مرتبط بالسي دي يلي أنا شفته بالحمام. وكمان حتى راجو مات التاني. مات؟ لا لسه هلأ شفته، كان عم يعمل جولة. لا أنا شفته صدقيني. لا هو من عادته أنه ينام بعد ما يأكل. كيف؟ ايه على كل حال هاد مو وقته. ما بعرف شو يلي عم يصير معي انا. بسيطة رح نكشف الموضوع. بالمناسبة وين السيدي؟ شو؟ اي سيدي؟ مدام استاذ انا ما بعرف شي عن السيدي. بعد ما تزوجنا ما كان يخليني يكون قريبة منه. مدام سؤالي كتير مهم، زوجك شاف مضمون هالسيدي ايه ولا لا؟ ما عندي علم بالموضوع، راج ما كان يخبرني اي شيء. مدام انا ما فيني ساعد. لازم تساعدني رجاء مدام. روحي بس هلا. انت الوحيد اللي فيك تساعدني. لا مدام انا اسف. رجاء افهمي، انت مدام. الوحيد اللي فيك رجاء تساعدني. رجاء روحي من هون هلا. عم اقول لك زوجي بمشكله، اذا بتريد وقف معي. لا مدام ما حدا بيقدر يساعدك. استاذ رجاء اطلعي من بيتي هلا فورا. اذا روحي. بتريد. لا لا ما. مو معقول. وين هي؟ مدام Thank you.
هذا أنا رؤي. شو صار رؤي؟ ماشي يلا حبيبتي. شوفي أني وين؟ وين راجيني؟ شو قصدك وين راجيني؟ هي بغرفتها بالمشفى. لا مدام، والباب هنيك مقفول والأضوية مطفية. شو؟ شو؟ أنا عم فكر بس مين اللي قفل الباب؟ غريب هالشي. والكرسي كيف إجا لهون؟ شو هو التفسير العلمي للأمور الخارقة للطبيعة؟ الأمور الخارجة عن الطبيعة هو شيء العلماء لحد اليوم ما قدروا يفسروه. الجسم بيخسر 21 جرام لما الواحد فينا يموت. طيب شو هو السر؟ هالشي هو وزن روحنا. ليش في حدا منا قادر انه يفهم شي بيخص الامور المعقدة هاي؟ واذا نحنا لحد اليوم ما عنا اي دليل علمي قادر يفسر هالشي، شو معناته هذا الحكي؟ انه ما انه موجود؟ تفضل. يعني كيف فيك تكوني متأكدة هيك بدون اي دليل علمي؟ ممكن، بس معك موبايل؟ ايه معي. نحن الموجودين هون تخيلنا لولا مرة انه ينصنع هيك جهاز نقدر من خلاله نحكي مكالمة او حتى فيديو ونتواصل مع ناس على بعد اميال منا. يمكن المخترعين كمان ما كانوا متأكدين من هذا الشيء، بس الاكيد حلموا بهالشيء. وانا متأكدة انه بعد فترة الامور الخارقة رح تصير مألوفة. هذا كل شيء. شكرا. هلا
بارتي بارتي هو رجع رجع هالمرة كمان شو؟ روق شوي اهدى خبرني اكتر بارتي هنن ما كان لازم يرجعوا يفتحوا الجامعة ممكن يعملوا اي شيء كرمال المصاري رح ينقتلوا بارتي رح ينقتلوا بس خبرني شو عم بيصير ليك هي رح تقتلني عم تسمعي خليك مكانك واهدى طلع فيني اهدى ماشي بس احكي لي شوي بارتي. شفتيها انت شفتيها هي هون ولا مو مبينه معك بارتي اذا صار لي انا شيء انت رح تعرفي كل الاجابات بدراستك اكيد منسو شو اللي عم بيصير انا شخص سيء سمعتي منسو لا 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 تعمل هيك لا تعمل هذا الشيء زويا لا تخافي رح تكوني منيحة روقي بس ايه انتي ما بتتخيلي قديش هي مخيفة بعرف انا كنت اول وحدة بتشوفها تتذكري شكرا تفضلي حتى تاكسي هون ما عم لاقي لو ما ضربت راجيني سيارة كنا رحنا فورا من هالمكان مدام رجاء ما تتركي الجامعة انا مو عارفان شو بدي احكي يعني بس انتي عطي شوية وقت للمدير وهو اكيد رح يحلها انت شب طيب كتير راهول بس سلامة راجيني هي اكتر شي مهم عندي يلي عم يصير بس انه في شي غريب بالكلية من لما راجيني صارت تجي لهون معك حق وايدي كمان رح تخلي شغلات غريبة كتير تصير معك هلا انا ليش لحتى كذب اكيد السي دي له علاقة بالمشفى ويمكن كمان بالغرفة اللي كان رقم 13 والكرسي شو صار لحتى تحرك من مكانه هيك بتعرفوا يا جماعة عم اربط الامور اللي صارت مع بعضها نحنا كان عنا كرسي متحرك شو؟ وراجات ورفقاته بهداك الوقت كانوا يستعملوا الكرسي حتى يخوفوا الناس متأكدة مدام؟ أنا متأكدة إنه بيعرف شي بس هو ما عم يخبرنا شو قصدك إنه بيعرف شي؟ قصدي لو عن جد هيك الموضوع كنا قرينا شي عن القصة على الإنترنت أو بالأخبار ما في شي من هاد شوفوا أنا كنت عم دور عن أساطير الكلية وما في شي من هاد على النت لا بالأخبار ولا المقالات ما في شي شوفوا الكلية تسكرت ب 1996 من وقتها شو هاد؟ من هداك الوقت للشهر الماضي إذا دورتوا على أي شي بخص الجامعة ما رح تلاقوه هذا بيعني إنه في حدا حذف كل شي بخص الجامعة عن النت مو معقول هالشي كتير غريب ليش ومين إله مصلحة يعمل هيك؟ لأنه أكيد في حدا ما بده يعني نعرف شو اللي صار بالكلية ماني شايفة طلاب هون أبداً أي مدام بظن أنه لازم نلاقي طريقة حتى نشوفهم مشان نخبرهم عن كل شي عم بيصير هون مدام السيد كابور هو بيكون المدير لازم نشوفه كمان أي مدام هذا هو؟ أي سيد كابور؟ مين حضرتك؟ مرحبا أنا اسمي بارتي محققة بالأمور الخارقة للطبيعة أنا هون حتى خبرك شي يمكن أنت ما بتعرفه جامعتكم هي مسكونة أنا بعرفك منيح الشي اللي عم تحكيه مو صحيح أبداً أكيد لا أنا بعرف مين المسؤول عن يلي عم بيصير هون وأنا فيني ساعدك أنا ما بدي ما صار عنا شيء أبداً رجاءً تغادري لا ما رح غادر ليش ما عم تحاول إنك تفهم الموظفين والطلاب وحياتك كمان لو سمحت اسكتي ما رح أتحمل اسمع هيك خزعبلات ماشي رجاءً روح رجاءً انت اسمع بس شوي لا بدي خمس دقايق حابة إني أحكي معك لا تفكري تفوتي يعني الشباب عم ينبسطوا بحياتهم وأنت هون عم توتري الوضع لا هذا الحكي مانو صح ليش ما عم تفهم إنه أنتم بمشكلة ويمكن تموتوا لو سمحت اسكتي بقى إذا ملاحظة أنا لهلأ عم حاكيكي بأدب فهميني وروحي وإلا رح أتصل بالشرطة وخبر الصحافة أنت كل همك تنزعي سمعة الجامعة تبعي يلا اطلعي من جامعتي وإذا لسه بشوفك بهالجامعة حاجة تصرخ لو سمحت رايحة بس تذكر إنه إذا حدا بيموت بهالجامعة فأنت رح تكون سببه امشي ريما مدام شو رح نعمل ما سمعتي قال الشباب برا بعرف وين بيكونوا بسرعة عم قلك إنه جامعتنا مسكونة هذا حكي فاضي حتى لو كان صحيح أنا مستعد بالمناسبة برأيك كيف شكل الأشباح ها؟ اسمع ما عندي مشكلة أعمل علاقة حتى مع الأشباح أنت مفكر هالموضوع نكتة؟ شو ما عندك فكرة أنكم واعين بمشكلة؟ بظن أنه أنتم من كليات الدراسات العليا؟ إيه مين أنت؟ أنا بارتي فيرما أنتوا كلكم طلاب دراسات عليا؟ إيه في عندي شي مهم لازم خبركن اياه بس لازم تخبروني شي قبل ما احكي اي شي بعرفه قديش عدد الطلاب يلي شافوا سيدي ما حدا منيح والمرة الكبيرة انا شفتها
ما شفتي السي دي بس قدرتي تشوفي المرة الكبيرة؟ طيب ممكن تخبرينا شو اللي عم يصير؟ نحن بخطر وانت مين بتكوني؟ رجاء جاوبيني. أنا بارتي فيرما، محققة بالحوادث غير الطبيعية، بس فيك تقولي بالمعنى العادي مدمرة للأشباح. مدمرة للأشباح؟ عزيزي أنا مو بس مدمرة للأشباح، أنا مدمرة للطابات كمان، لهيك انتبه. أنا خبرتك بس أنت ما ردي. خلاص خلاص ولا كلمة، خلاص عمل لك. أنتوا كلياتكم بخطر كبير ولازم تطلعوا من هون بأسرع وقت ممكن، حاولوا تطلعوا. أنا شفتها لما طلعت من مدينتي، شفتها بعيوني وعملت حادث بالسيارة. هالشي هاد بيعني إنها صارت أقوى مما كانت. يمكن ترك هالمدينة شي مانو سهل، لازم تضلوا هون وتلاقوا حل. أول شي لاقولي هداك السي دي وحاولوا تخلوه بأمان وقفلوا عليه بمفتاح لحتى ما حدا يطالع. بس إذا كان هيك كتير خطير لازم نحن نكسره، ما هيك؟ لا مو هيك، مفكرة ما حدا حاول يعمل هالشي؟ وساقوا فيني وخلوه بأمان وأوعكن حدا يوصل له. بالمناسبة يمكن يكون هذا الشي كتير غريب عليكن، بس إذا حدا شاف هداك السي دي صدفة بنصحه ما يواعد حدا. بالمختصر اوعكم تعملوا علاقة مع حدا بعدها. شو؟ ما بعرف إذا مدمرة للأشباح بس أكيد مدمرة للمزاج. أنت جنيت مو هيك؟ أنت مفكر كل شي مزحة؟ شي مرة جربت وفكرت بيلي صار بهالجامعة من قبل؟ ماضي هالجامعة كله أسود، لهيك هاي الجامعة تسكرت بالماضي. بس نحن كلنا ما صرنا شي، مزبوط؟ صراحة أنا بتمنى أعيش هالشي. لا وحتى منتمنى نعيشه كلياتنا، مو هيك؟ فيك تسكت لو سمحت؟ لا اسمعوا يا جماعة، أنا حابة ساعدكن بس أنا لازم روح على أطلنطا اليوم، لهيك جيت لهون مؤقتا حتى حذركن. شو الفايدة من التعزير إذا ما لقينا لهالقصة حل؟ فيكن تعملوا شي واحد وبس، ما تشوفوا السي دي أبدا، وكمان انتبهوا بدون أي علاقات، فهمتوا؟ بدون علاقات. كنت جاهز طبق كل تعليماتها لأنه حلوة، بس هي قالت بالأخير إنه ما نعمل ولا علاقة، خيبت لي أملي. هي خوفتنا وراحت على أطلنطا، مجنونة هيمو. عمالك يلي عم بسأله ليش خفت لما شفت الكرسي المتحرك، انت عم تستعمله حتى الأنسة كفيت تحكيت؟ كيف تتجرأ؟ طلع طلع من مكتبي. طيب وإذا ما طلعت شو؟ رح أطلعك غصباً عنك، ما تنسى أني أنا المدير، رح أحرمك من الجامعة هاي السنة. أنا مو عارفان كيف نسيت، هاي طبيعتك، لهذا السبب أمي تركتك، انت كذبت علي، هاد كل اللي عملته. رحول بحسرك، انت تجاوزت حدودك. صحيح مزبوط حكيك، انا فعلا تجاوزته. تعرف انا ما خبرت حدا انك ابي، بتعرف مشان شو؟ اولا ما بدي حدا يرافقني بس لاني ابنك، وثانيا انت ما بتعتبر انك انت ابي، ليش انت بتتصرف معي تصرفات اب؟ ليش مفكر انه بيسعدني اقول انك ابني؟ ها انا ضليت ساكت، طلبت تعمل شغلي وحده بس، طلبت تخلي الكل هون. اعمل الكل هون بس ليك اسمعني، اذا كنت انت ورا هالعالم اللي عم تموت هون فوقتها اكون متاكد اني ما راح سامحك ابدا، خاصه اذا صار شي لراجيني. (تصفيق)
شو كان بهالسيدي؟ فيديوهات مقرفة وبتخوف، مثل وحدة عم تغير ثيابها أو يمكن عم تتحمم، وواحد كان عم يصورها بالسر. ليش هيك الشباب هون؟ لا وبعدها كان في اثنين مع بعض، تعرفي الشي اللي صار بيناتهم؟ أو قلك ليكي راجيني خلينا نطلع من هون بسرعة. راجات أنا كتير وثقت فيك، وانت قلت أنهم في أمان. إيه صحيح حكيك، ليش حتى أكذب عليكي؟ لأن أنت دائما هيك، كنت هيك حتى أيام الدراسة بالجامعة. هذا مو عدل، أيام الجامعة؟ هلأ أنا تغيرت كافي. شايفة هالشي؟ شوف شو رح أعمل هلأ لكن، رح روح وأخذ معي بنتي فورا، وما رح أسكت، رح خبر الكل إنه هالجامعة مسكونة. لا كافي، لا كافي كافي. خلص تركني. كافي لو سمحتي. تركني لو سمحتي ما بدي أحكي كافي شي. كافي، أنت شو مكان اللي رح يصير مالك علاقة فيه أبدا، أنت بس اسمعيني. كافي لو سمحتي رجاء، اسمعيني لو سمحتي، عادي، عادي. عادي وارتاحي. أنا رح أحكي لك كل يلي بعرفه. ارتاحي. كيف ممكن يختفي السي دي فجأة من هون؟ لازم يكون هون. يلا خلينا ندور. يلا يمكن صار شي هون قبل ما نجي نحن بشوي، وهو اللي سبب هالشي هاد. ايه هالشي ممكن، لهيك الكلية تسكرت تماما، هيك بظن. راجيني شو صار؟ التليفون. منيح اهدي خلينا نروح. يلا يا شباب امشوا. كيف صار هيك؟ ارتاحي. كيف اخذت الموبايل؟ امشي يلا خلاص. جد ما بعرف. هذا هو الشخص اللي شفته شانق حاله وكان بالمخزن. حلو يا شريك. سوكي طلع عليه. تذكروا شي، ما تشوفوا سيدي، هي قتلت زوكي ورح تقتلني كمان. إذا شفت هذا السيدي وقتها ما تعمل علاقة، كبه بعيد ماشي. اسمعوني أنا شخص سيء، شخص سيء. منيح كتير، كأنه كان عم يخبرنا بحل. بس ما لحق نكمل. أنا لقيته. وين كان؟ أنت من وين جبته؟ كان هنيك. شفته شي؟ إيه أكيد شفته، أنا ماني خايف من مدمرة الطابات. شباب عرفت مين هديك المرة؟ راجد أنت متأكد؟ المرة يلي شفتها كانت لابسة ساري أحمر وكانت أنحف وأطول ومو هي أبداً. يمكن أخذت وضعية الشبح، يعني مين بياكل بعد ما يموت؟ ما بتعرف، يمكن الشبح عم بتنزل وزنها. شاكي حاش تحكي حكي ما لا طعمة، عم تفهم؟ أنت ما عندك شغلة غير تعلق من كل عالك عم تتمسخر على جسم الشبح؟ طلع جسمك بالأول ساير مثل البطريق بسبب الناس اللي مثلك، ما عاد أكلت كربوهيدرات من شي 6 سنين ولسه عم تحكي على جسم البنت؟ لا وبعد ما ماتت كمان؟ حقير. أنا آسف كتير. ليك ما كنت عارفان إنه سونيا عندها نقطة ضعف. بس أكيد راهول بيعرف وين نقطة ضعفها لسونيا، مو هيك؟ اسكتوا بقى وخلونا هلا نقعد نقرر شو بدنا نعمل بالسي دي. وانت ليش لا تحضر السي دي؟ بحياتي ما شفت حدا عنده فضول قدك. شبه
ما في مشكلة عندي أبدا ومالي خايف من شيء. وبعدين أنتوا بتعرفوا شو قالت لي، لا تحضر السي دي وأنا رح أسمع كلمة مدمرة الطابات. كيف؟ شو شايفيني مجنون؟ كيف؟ لك أنا ما حضرت السي دي بس مزحت وقلت لكم إني حضرته، شو مفكريني مجنون أنا؟ بس يا شباب شو ما كان جوات هذا السي دي فهو أكيد خطير، لازم نكسره. لا ما فينا نكسره لأنه الآن سيبارتي قالت إنه لازم نقفل عليه بمحل آمن. شباب أنا عندي خزانة، برأيي خلونا نحط السي دي جواته ونقفل عليه. شو؟ آرتي؟ من وين جبتي هدول الصور؟ ما كان في نتائج على الانترنت ودورت بالصفحات السرية. هي المرأة أنسة اسمها سوناندا، انتحرت بالجامعة عام 96 وسبب موتها الاختناق، لهيك أنا فكرت إنه نفسها المرأة الختيارة اللي حكيتوا عنها. طيب برجع بعد شوي. وين رايحة؟ رايحة لاقي شوية أجوبة. جاية معك. مو ضروري. الفواتير كلها جاهزة، بظن انه صار لازم تمشي وإلا رح تروح عليك الطيارة. يا ريت تلغي الحجز فورا، ما رح روح لمكان. إذا ما فهمتي علي بعيد كلامي؟ لا أنا فهمت، بس شو مشان مؤتمر أتلانتا؟ حرام إليك عم تجهزي له أكثر من 6 شهور. إيه والمعنى؟ يعني ليش عم تلغي؟ كل شي عملتيه فجأة. لأنه منسو كان رفيق كتير، وهدول الطلاب كمان بحاجتنا، وبصراحة ما فيني أتركهم لحالهم أبداً. ليكي ريما ما ضل عنا وقت كتير، يعني كل شي صار ورح يصير قبل ما يروح منسو، قبل 1996، ونحن لازم بالضبط نعرف شو صار هنيك بهداك الوقت. أنا رايحة على مركز الشرطة وأنتي روحي على مكتب البلدية ودوري بكل السجلات القديمة، الأشخاص المفقودين، جرائم القتل الغامضة، أي شي فيك تحصلي عليه، وفوراً خبريني إذا لقيتي شي. فهمتي علي؟ يلا روحي. شو ناطرة؟ كافي أنتي مرة متعلمة، فكري شوي بس قولي لي كيف فيك تآمني بالأشباح؟ أنت قل لي شو عم يصير بالجامعة؟ شو هل... أنا بدي أعرف كل شيء. لا عن جد؟ إيه الغرفة 13، انتحار الأنسة سوانداري. يا ترى هي طلعت شي برسائل مصورة؟ كان شي عندها حبيب سجل لأياهم بدون ما تعرف؟ وليش عم تسألي هالأسئلة؟ لأني بظن أنه الأنسة سوانداري هي الشبح، وكمان بهداك السي دي. ما ظهرت لا برسائل مصورة ولا بشريط. سوناندا كانت مكتئبة وهذا سبب الانتحار، بس هاي هي القصة. ماما هل الأنسة سوناندا كانت بنت دفعتك؟ لا هي دفعتها بعد ما راحت أمك. وهلأ إذا حضرتك خلصتي دور شارلوك هولمز صار فيكي هلأ تروحي. أنا رح أكتشف كل شي عم تحاول تخبيه. راجعت أنت قلت أنه شت. ما بتعرف شي بس عم تتحذر. هاي غرفة التسجيلات. ايه بس هون ما في كمبيوتر، وين بتحتفظوا بالملفات؟ بلا مدام، بس هو مو شغال من 8 سنين، بس في تسجيلات بقلبه. بس أنا بدي أشوف الملفات من عام 90 لعام 96. طيب كيف بدي دور عليهم؟ موجودين، خليني أتأكد. أوكي. ألف وتسعمائة وتسعين لستة وتسعين. تفضلي ليكن. إسلموا. أهلا وسهلا. لو أنه السيد شيندي خبرني أنه جاي لعنا محققة من قسم الجرائم كنت جهزتهم من قبل. عن جد؟ بس يا ريت تشتغل بشكل صحيح، هيك بيحتفظوا بالسجلات الرسمية. أسف مدام. ماشي هلأ صار فيك تروح، طلع لبرا وانتظره، بس تشوف سيارة شيندي جاية بتخبرني فورا. يلا ماشي. مدام ما بدك مساعدة فيهم؟ لا روح. أبدا؟ روح. ماشي مدام. <تصفيق
شوفي السيد شندي صار برا. ايه ماشي، بس لازم روح على المكتب الرئيسي، عندي شوية شغل هنيك. برجع بكرة الصبح بشوفه. مدام تشربي شاي قبل ما تروحي؟ ماشي ايه بشرب. حاضر مدام. ألو أنسة بارتي؟ راجيني، أنا كنت بدي أسألك سؤال. أنت بتشوفي الأرواح من وقت كنت صغيرة ولا عن جديد هالحكي صار معك؟ لا أنا شفتهم أول مرة من لما أجيت لهون على الجامعة. شغلات كتير غريبة بصراحة، من أول ليلة كان هالشي. معنات هذا الشي ما في غير احتمال واحد، هالروح في عندها اتصال معك. وهلأ لازم نعرف شو هو هاد الاتصال. أي اتصال هاد؟ يعني مو بس لما أجيت على الجامعة، من أول ما أجيت على المدينة. راجيني اسمعي، في أشخاص مميزين وهنن بس بيكونوا قادرين يشوفوا الأرواح والهالات، وفيهم يشوفوا شغلات غيرهم ما بيقدر يحسها أصلاً، وبظن أنتي واحدة منهم. يمكن أنتي من الأشخاص المميزين، وبظن أنك وسيطة. شو؟ وسيطة؟ ما فهمت. أنا بصراحة بظن إنه روح المرأة الختيارة انجذبت إلك لأنه بدها تقلك شي، ولازم نعرف شو بدها تقلك. بس أنا ما بظن إنه بدها تقلي شي، أنا حسيتها بدها تقتلني. بس أنتي كل مرة عم تهربي وتنجحي. بعتقد لازم تقدري حالك أكتر من هيك. عادي. راجيني اسمعي، أنا بشوفه حسب خبرتي السابقة طبعاً إنه العمل يلي منتهي أو السر القديم هو نواة القضايا. بسبب هذا الشي روحهم بتضل معلقة بهذا العالم. حالياً أنا عم حاول أدرس شوية ملفات للشرطة لأعرف إذا في شي قضية معنا محلولة لسه. بس بدي منك تعملي شغلة لحتى تساعديني. إيه أكيد. تعرفي إنه ما فيني أرجع على الجامعة بعد ما قلعني المدير، لهيك بدي إياكي تروحي على غرفة الأساتذة يلي رقمها 13، وأنا بعرف منيح إنه مانسو كان يضل هنيك بالغرفة رقم 13، ولهيك بدي إياكي تروحي لهنيك وتدوري منيح. أنتي لقيتي الموبايل هنيك ما؟ إيه. وممكن كمان لسه تلاقي دليل تاني هنيك. ما رح لاقي دليل، يمكن لاقي موبايل تاني. ما في شي بضحك. معك حق. اسمعيني راجيني، الموضوع كتير جدي، بعدين هي الروح عم تصير كتير قوية هلأ، وإذا نحن بدنا ننقذ البقية ونخلص من كل هالشي اللي عم بيصير، لازم نبذل جهدنا لنوقف هالشي. مزبوط. شكراً كتير إليك. العفو حبيبتي. شكراً. اهلا، مبينه كثير متوتره. شوفي صوت، انا كثير مزعوجه ومتضايقه، وما حدا عم يهتم فيني ويسالني شو بك. عم تفهمني؟ ليش ما عم يسالوكي؟ لانه كلهم خايفين هلا. ما بعرف، بس عم توصل رساله مصوره اللي بيشوفها وبيعمل علاقه تيجي مره ختياره كثير بشعه مشان تقتله. خلص العالم كله جنت هون. رساله مره ختياره؟ اسمعني، ما كثير معي وقت. ماشي، اجيت لهون بالسر، إذا عرف المدير إني اجيت لهون بيفصلني فوراً. ما حيفصلك يا بنتي. أنتِ كيف بتطلعي من الجامعة بلا ما تخبريني؟ ها؟ أنا آسفة كثير يا حضرة المدير. للأسف ما رح ينفعك، أنتِ عم تغلطي، تغلطي كثير. طيب أستاذ، يعني ما بدك تعاقب هاي البنت اللي غلطت؟ عقاب قوي كتير؟ أكيد. بدك تطلعي بلا ما تخبري؟ مشاغبة. لا أستاذ، ما عاد بعيدة، أنا آسفة، رح آخذ إذنك. للأسف ما عاد ينفعك، وهلأ صار لازم أعاقبك. إي لازم تعاقبني.
ايه بس بدون غش. حاضر استاذ. ارفعي ايديكي، بدي اشوف اذا مخبية معك راشيتات للفحص. لا ما معي راشيتات. شفت استاذ، انا ما طلعت مخبية راشيتات ابدا. برافو عليكي شطورة. استاذ انت مبين عليك قوي كتير. بتمنى تكوني محضرة حالك منيح للامتحان. استاذ انا بتمنى ما تكون الاسئلة صعبة. بتحبي تطلعي على اسئلة؟ بس مبين انه الامتحان كتير صعب يا استاذ. بس امتحانك اليوم رح يحدد لك مستقبلك. أنا مستعدة أعمل أي شيء مشان مستقبل باهي. شو لازم صدق هلأ رجعت؟ لا لا أنا ثابت من هالموضوع. الموضوع إنه فيك تقلي من هاي؟ هاي الصورة كانت لصفنا كله قبل ما أروح أنا. صح. بس ليش هذا الوش؟ طلع هاي صورة أستاذ الكيمياء والفيزياء. بس هذا مين؟ مساعد المختبر. كانت بتخوف وصارمة كتير ما هيك؟ حتى اسمها كان غريب شوي. لك سوندري ديفي. سوندري ديفي صح. وين هلا استاذ؟ ما بعرف. اذا بتريد لازم تخبرني استاذ، الناس عم تموت بالجامعة. ما بعرف لانه ما حدا اصلا بيعرف وينها. من زمان كتير اختفت وما منعرف وينها. رحنا على بيتها لقيناه مقفول، ما حدا عارف أي شيء. اختفت هيك فجأة، هيك من دون سبب. لا أستاذ، لساتها هون بحرم الجامعة ونحن فيقناها بعد 20 سنة.
مو مشكلة، بجوز قاطع الكهرباء، هذا بناء قديم، أنا رح حاكي الحرس. شو راجيني؟ هاد ما عم يشتغل. في شي غلط عم يصير، في شي غلط عم يصير. لا تكوني سخيفة، بس أكيد بيكونوا مانن دافعين فاتورة التليفون. ما في تغطية. إيه ما في تغطية. لازم نطلع، يلا تحركي. كافيتا إذا بتريدي اسمعي شوي. لا 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 ما فينا نتركهم لحالهم، ما بيصير هيك. امشي خلينا نروح. شو مشكلة الكهرباء؟ حتى تغطية ما فيها شباب. أنت خايفة على التغطية وأنا ما معي غير 3% شحن؟ يعني أنا كيف بدي أحضر أفلام اليوم؟ يا جماعة شو قصة هالجامعة؟ إذا صار لي شيء بدي رجع كل الرسوم اللي دفعتها. يا شباب يا شباب شو لازم نمشي من هون؟ يلا نطلع من الجامعة بسرعة مفهوم؟ إيه يا شباب يلا بسرعة. ليش؟ يلا لازم نروح. ليش؟ شو؟ لازم يلا اطلعوا اطلعوا. يلا 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 نزل الشنط يلا امشوا امشوا يلا يلا بسرعة يلا يا شباب بسرعة 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 يلا يا شباب ناوليني هاي بسرعة وهي كمان هاي وهي اللي عندك ايه طيب ماشي ايه بس عمهلك ليش هالسرعة هاي يلا بسرعة شو عبادك عم تساوي يلا بسرعة راجيني راقول خلص خلينا نمشي هلا يا شباب الحقوني راجيني 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 انت وينك ليهم ساكتي تومي امت امشوا معي رح نروح ندور بهديك الشيء انت روحي دوري بالغرف ماشي يلا 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 راجيني 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 تومي دور هون يلا وانت هون يلا يلا امت شوف هون انت راجيني 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 اسمعيني شوي اذا سمحتي اسمعيني مدام
سمعت الصوت؟ هذا صوت راجيني، كأنه إجا من هون. يلا راجيني راجيني. يسمعوني؟ معقولة أنا بمحل تاني؟ راجيني شو هاد؟ العمى العمى شو هاد؟ العمى طلعي ليك ليك ابوها يلا سحبها 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 يلا يلا على مهلكم يلا على مهلكم شباب ارفعوها لا شو هاد؟ العمى شو القصة؟ يلا امشوا جسمه بارد كثير خلونا نمشي خلونا نمشي راج أنا بعرف كل شيء كل شيء شفته بهداك المكان السيدي المرأة الختيارة أنا بعرف كل شيء وكتير خايفة إذا بتريد تعا لازم نلاقي حل مع بعض إذا بتريد لا تتأخر بعدو 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 جيبوه لهون عمهلك عمهلك حتى على الأرض راجيني راجيني
راجيني بترجاك ردي على راجيني ردي على امي راجيني 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 بترجاك كمل لي رح تكون خير واحد اثنين ثلاثة أربعة راجيني ردي راجيني ردي علي واحد اثنين ثلاثة أربعة راجيني امي راجيني بنتي انا ماما انت منيحة شو صار ماما انك شفت قلت لك لا تعملي حالك بطلة فهمتي المرأة الختيار فهموني لقيناها كانت هنيك شو؟ طلعناها لقيناها مدفونة بحفرة هنيك في حدا قتلها شو قلتوا؟ في جريمة بهي الجامعة في جريمة بهي الجامعة راجلي راجلي بنتي انت كتير تعبانة احملوها خلص يلا قومي لا لا نحن رح نترك الجامعة فورا شو عمل لك سمعت؟ ما فينا نترك هالمكان أرجوكي لا تكوني غبية ما فينا ماما ما فينا نروح مهما كان صاير ما لازم لازم إنه نعمل الطقوس الأخيرة إذا ما عملنا هالشي رح تضل روحة تتعذب للأبد لازم نفعل ماشي ماما ماشي. لازم نعملهم لازم نعملهم لازم طيب نعمل الطقوس احملوها احملوها على مهلك على مهلك شوي شوي على مهلك راجي سيمران راج 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 قوم معي قوم يلا قوم وين كنت؟ اشتقت لك كتير انت ما بتعرف شي اللي عم بيصير هون انت منيح شوف حالتك انا اسف خلص خلص ولا يهمك انا اسف روق خلص انت معي انا اسف أرقدي أيتها الروح بسلام 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 شكرا لكل شي عملتي أنا كنت كتير خايفة ما لازم تشكريني أنا بس كنت عم بحمي حالي
كان فيك تتركي الجامعة وتسافري بعيد. أنا اللي حضرت السيدي، مو أنا يلي بترك رفقاتي وما بسأل عليهم. أنا عطيت للروح السلام، ما راح يكون في عندكم مشاكل ولا أي ألم. بدي أسألك، هلأ قولتك بيكون راتبه منيح ما هيك؟ ولي ما قل ذوقك، احترمه شوي. شبك لك ما بتفكر غير بالمصاري أنت؟ إيه ما كنت بعرفك إنك أخلاقي. أنا ارتكبت ذنوب كتيرة ولسه بدي ارتكب، لهيك لازم كون متدين في آخرة. شكرا عفوا، دعينا سيدنا. تكرم. أنا حابب أشكر راجني على شجاعتها، بفضلك الجامعة راح ترجع تفتح بدون أي مشاكل، وأنا بتمنى هالشي. يلا موفقين، هلأ روحوا على السكن، صار فيكم ترتاحوا أخيرا. شبكة ورجعت الشبكة كثير منيح وأخيرا. لحظة لو سمحتوا لا حدا يحكي شي عن شبح الجامعة على مواقع التواصل. شو هالحكي؟ لترجع تفتح الجامعة. شو هالظلم ها؟ يعني في شيء اسمه حرية التعبير؟ تمام. اللي ما بينزل بوست له 20 علامة إضافية بكل مادة طول السنة. حاضر سيدي، ما حدا رح ينسى شيء. هاتوا موبايلاتكم بعد، ما بتنعطوا وش. كنت عم فكر إنه هالشيء اللي صار هلأ انتهى، لهيك خلونا نعمل احتفال صغير يجمع الكل. رائع سيدي، احتفال صغير. ايه أكيد سيدي، عندك شك؟ نمشي ونروح. احتفال صغير. ها شوفي، أنا حاطة بيجيني إشعار عن هاي الجامعة الملعونة، أكيد صاير شي هنيك. مو معقول شو هالأخبار الحلوة هاي، شفتون؟ طيب كيف صار هيك؟ ممتاز مو؟ أي سيمون إليلي. شو؟ لا اسمعي، أنا خبرت ماما إنه كل شي تمام هون والوضع مستقر، لهيك ما في داعي تجي. بليز لا تجي. لا لأنه ما بدي شوفك أبداً هون، لأنه صار معي كتير شغلات وما بتحمل دراما لسه أكتر من هيك. عم تفهمي؟ باي. ألو؟ أنسي بارتي؟ أنسي بارتي، أنت كان معك حق، الروح بس كان بدها السلام ونحنا خلصنا له طقوسها الأخيرة، بس بتمنى أنه تنام بسلام. راجيني، لمين عملت الطقوس الأخيرة؟ لا سوندري ديفي. شكراً كتير إلك مدام، لو ما حذرتينا أنت يمكن ما كنا عايشين لهلأ. وأخيراً خلصنا. بتمنى هالشي. شو الاسم يلي ذكرتي هلأ؟ مدام سوندري ديفي. راجيني دقيقة بس. مدام أنا لازم سكر، بس عن جد الكل بيشكروكي من قلبهم. شكراً كتير إلك. سونداري ديفي؟ إذا سونداري ديفي كان عنده ولد، ليش ما هو اللي نفذ الطقوس الأخيرة؟ لك ليش كلكم لابسين هاللبس؟ شبكون؟ على فكرة أنت اللي لابس ثياب غريبة. صراحة أنا مزحت معه وقلت له إنه هي حفلة تنكرية، فهمتوا علي؟ قام طلع أجدر. أنا ما رح ألعب هاللعبة، أنت قلتي رح تلبسي مثل فيلم بي. إيه بس أنت رح تكون مثل الصخرة أو مثل زاك إيفرون. إيه طيب، أنت مين هلأ؟ مو مبين عليك؟ ثواني. لسه ما عرفتني؟ أنا التمثال تبع البلوغ، وهي الطابع عليها شعر بسبب البلوغ. يا شي بيقرير مقري ومنطيره.
فيك حابة تقول لك شي صغير؟ بتعرفي قصدي جيس؟ يلا احكي. أنا آسفة راجيني. على شو؟ لأني ظلمتك ولأنه ما وثقنا فيكي. مو مشكلة. عن جد؟ بكل الأحوال أنا بعرف الشبح شخصياً، والمرة الجاية أنا ما رح أنقذ حدا دغري. طيب أوكي ماشي، لكن هلأ باي. بشوفك بشوفك. كنتي لئيمة. لازم هيك، هنا بيقولوا عني وسخة ومدري شو لسه كمان عملت قصدان. بس أنا كمان قلت عنك هذا الحكي. إيه معك حق، أنا نفدت من الموت ورجعت عشت مرة تانية. نحنا رح نضل رفقات؟ إيه إجباري، مين بيعرف إذا قلت لا يمكن تتصلي بالشبح وتروحي تشكيني. إيه لألو. اتصل فيها هلأ دغري. لا 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 لا، أنا دايما مع الصبايا، بس كتير بكره لهديك الوسخة. بتخوفني كتير. أنا بعرف إنه أنت حابة تحكي معه. صارت كتير شغلات بيناتنا ورح تصير شغلات أكتر. الحياة مهمة كتير راجيني، كل ثانية فيها مهمة كتير. وخلص خلص فهمت عليكي، رايحة حاكي. هاي شو قاعد هون؟ ايه؟ طالع مثل سوني الشيتي بأفلامه. شو؟ إلك مرأة بهيك أفلام؟ ايه؟ ليش؟ لأنه مو مبين عليكي هذا الشيء. عن جد؟ أنت متبه لي؟ ليش تجاهلتني بالحفلة؟ ما عاد تحبني مو هيك؟ لا قصدي كان الوضع مكركب شوي، وانتي بلحظة كنتي رح تموتي. رح موت؟ تعرف انت انقذت حياتي. على فكرة في فايدة من الشيء اللي صار، لأنك بهيك حالة بتعرف انه وقتك قصير بالدنيا، وبهذا الوقت القليل يا سيد راهول بو نطلع أنا وياك مشوار لتعرف شو بحب وشو بكره وكل شي عن قرب. بالمناسبة أنا بكره الورد، وعلى فكرة رح تحسني مميزة، وبعدها رح نشوف وين بدنا نروح. وأنا موافق، إلا إذا كنت مهتم بسونيا أو حدا من يلي حواليها. مو مشكلة قصدي. اسمعي أنا هلأ بدي أوضح لك كل شي صار، اتفقنا؟ هي إجت لعندي مو أنا رحت لعندها. أي ماشي واضح. شو بكي؟ شو؟ روي، أنت بتعرف إني بحب غيظك وجاكرك كتير. غليظة. يلا قوم نمشي. ماشي يلا يلا. أوه يا دانس، امشي روح من هون بلا غلابة. هيك الرسم هيك. ليش واقفة لحالك هون يا حلوة؟ شو عم تساوي؟ شو هالطريقة للتعارف؟ قديمة كتير. أنا هي هي طريقتي. نجحت مع سونيا؟ طبعا بس ما انبسطت كتير. تعرفي شو بقصد؟ جيس كرمالي نحفي. بس حرام عليك، هي مو سيئة هالقد. مزبوط بس بتعرفي قصدي. تعرفي انت حلوه اكثر وقت تضحكي. وانت بتعرف معلومه مو لابق لك الغزل بالمره. يمكن بس اطلعي حواليك، عندك خيارات تانية احسن مني؟ انت محظوظ اليوم لانك انت احسن خيار عندي. كيف بيقدر يعمل هيك؟ ما بتعرفي؟ أنا بعلمك، بعانقك هيك وبحط أمي على أمك. أنت خراس. لك تعي لكمل لك وبتطلع هيك شبهها، منعانق بعض ومنبوس بعض، مو هيك صح؟ منبوس بعض ومنعانق بعض، بتصير على حالتين. بتحبي أعلمك؟ هاي أهلين يا حقيرة.
أهلين بسونيا النرفزة. لا تتذكي علي، مفهوم؟ أنا من طول عمري ذكية كتير. عن جد؟ طالما ذكية شو كنتي عم تساوي مع فيكي؟ لأني بنت ذكية كنت عم اتغازل مع فيكي، وما كان في أحلى منه بهالحفلة كلها. اسمعي يا وسخة، فيكي إلي أنا. طيب ماشي اهدي، يعني ما عم فكر اتزوج أنا وياه، بس اتغازلنا. متأكدة إنه سكران؟ وإلى مين الشاب يلي له مصلحة يغازلك؟ فيكي له مصلحة. انت بنت كتير غبية. اسمعي ولي، اللي بيشوفك وبيطلع بوشك ما في داعي يقارن بيناتنا، على الأقل ماني بشعة مثلك. أنا بشعة؟ روحي شوفي حالك، شكلك مثل حبة البطاطا اللي حاطة باروكة ولابسة كعبة برجليها. انتي وقحة لهون وبس. رحتي ورجيتي راهول وراجيني على الفيديو تبعي، إلا مو مشكلة، بس ما حدا بيحكي على شكلي. أنا رح أحكي. كيف بتتجرئي؟ حقيرة. شو عم تعملي انتي؟ لك يا مجنونة يا مجنونة. شو عم تعملي انتي يا حقيرة؟ تبعدي عني. لك يا مجنونة. لك على وجه العنب يا صونيا، على وجه العنب. ليشيك على العنب؟ والله لا ربيك. عفوا منك، انا ما بحب هاي النوعيات. عم تتقاتلوا مشان هالغبي وهو عم يغازل وحده غيركم انتو التنتين؟ خلصي جيس، جيبي تليفوني وورجيني الثالثه، قصدي صوره هاي الوسخه الثالثه. لحقيني. عن جد هاي وحده مجنونه، كانت رح تمرقني من القتل. لعميا. ايه فيكي ما بيوفر حدا، فهموا بقى. عن جد كلهم عالم مجانين. عن جد؟ ما كان عند عائلة من قبل؟ لا، لهيك أنا اللي عملت الطقوس النهائية. مسكينة ما كان إلى حدا. بس مين يا راجع تقله مصلحة يقتلها؟ ليكي أنا بعرف إنه راجيني ذكية، بس قتل؟ إذا ما كان قتل فكيف اندفنت لكم؟ أنا ما بعرف بنوب، هاي شغلة عمرها 20 سنة، مستحيل نعرف شو اللي صار وقتها بالضبط. مزبوط، لازم نحط الشرطة بالصورة مو هيك؟ أكيد كافي، أنا يلي رح خبرهم، بس خلي الجامعة تفتح بالأول. هلأ رجاء خليكي بقياني هون، كل شي رح يصير منيح والكل بأمان، بس وثقي فيني. إيه اي ريما، انا راجعة، خلصت ضبشنتي تقريبا. شو؟ متأكدة من الموضوع؟ شو هالحكي؟ ماشي. راجيني؟ انا احكي. بصراحة أنا بدي قلك شغلة. ايه وما تقول، قصدي شو اللي مانعك؟ مثل ما بتعرفي شو؟ إنه استنى المدام بارتي. ألو؟ راجيني اسمعيني شوي، أنا هلأ لعرفت شغلة، في شخص انفقد من الكلية من 20 سنة. مدام بارتي؟ ما عم بسمعك. ألو راجيني أنت عم تسمعيني؟ ألو؟ اسمعيني، القصة ما خلصت وهذا الموضوع مستمر، أنا هلأ جاية فوراً، ماشي؟ ألو؟ ما عم بسمعك. راجيني؟ ألو؟
ألو العمى شو صار؟ ما بعرف، ما قدرت أسمع شيء. يمكن كانت عم تقول أنه خلص وأنه هي بدها تروح، ما بعرف. طيب طيب بس أنت شو كنت بدك تقلي؟ صح كنت عم قول راجيني مشان الإنعاش. شو بالإنعاش بقى؟ هاد الإنعاش شبه شاكتي هو اللي عمله. كيف شاكتي؟ عن جد؟ ايه يا ليش هيك تضرب؟ اسمعي هو انقذ بساعة بنت من الموت. خلص اسكت تعال خلينا نرقص. يلا يلا. أنا واحد سيء كتير بحياتي. بدك؟ لا بدي إياك أنت وبس. رش 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 شو عم تعمل أنت جنيت؟ تعال لك رش بكفي خلص رش وقف راج راج حبيبي منين بدنا نجيب دخان هلا؟ شو هاد؟ بس انت ما بتدخن مو هيك؟ لا بكرهه. لكن شو؟ انت بتحبيه. اي صح انا سمعت انه في ناس بيحبوا يدخنوا بعد ما ينبسطوا بالجنس. ايه وانت شو رأيك؟ أي نوع من العلاقات نحن؟ النوع يلي بيعني إنه أنا بحبك كتير. سمعت شي؟ يامي؟ شو صار شوفي؟ يمكن مات. مين اللي مات؟ هو مات. كيف؟ شو عم تقولي انت شو هاد؟ رح تقتلني. مين رح يقتلك؟ يلا بالإذن لحظة انا رح امشي. استني شوي كمان كاس. راجو الساعة 12. تعرفي بعمرك ما ناديتي لي هيك باسم راجو. الصراحة انا بعمري ما شفت هيك لهلأ. رجال لطيف
استاذ لساته هون. شو؟ شو؟ استاذ لساته هون الشبح. راجيني حاج مزح رجاء. ماما أميت مات. ايه استاذ روح لساته هون. بس أنا فكرت إنه كلنا فكرنا هيك بس لساته هون. بدي أسأل سؤال، سندري ديفي بدفعتك مو هيك؟ ايه. كان في مشكلة برجلة؟ تعرج؟ عنده التهاب مفاصل؟ أبدا. ليش؟ استاذ بظنك بتعرف هالشي. كيف؟ شو قصدك؟ يعني مو مصدقة؟ بس أنا متأكدة إنه هو مخبي شي عنه. راجيني شو جنيتي أنت؟ العمى سونيا. يلا امشي. شبي شوفي. لا مو منيحة، كنت عم شوف صوري. وشو شفتي بالصور المرة الختيارة؟ أرجيني الصور لشو؟ لا راجيني شفت وشي نصحان. ولك أنت شو قصتك جنيتي ولا شو؟ جيس حضرتك وين كنتي؟ تعالي وقفي جنبي لأنه مبين اسمين كتير بالصور. شو أنتي جنيتي يعني؟ نحنا كلنا هون عم نموت علقانين بهالكلية المسكونة، وحضرتك بس همك وشك النصحان وصور السيلفي تبعك. تعرفي شو جاي عبالي هلأ؟ أضربك بوكس اكسر لك حنكة كيكم نخلص من هالقصة كلها. لك خلاص انت فتن عن بعض. يلا بعض. لك بكفي. شبكن جنيتوا يعني؟ كل الطلاب على غرفكن فورا لشوف. أنا اللي رح حل هاي المشكلة. رجات رجاء ما في داعي انك تحل اي شيء، بس اتصل بالشرطة وهن بيكونوا. ايه معي خبر. رجاء لا تعلميني شغلي. يلا الكل يروح. لسه مثل ما انت رجات، ما في شيء بتغير. تعالوا خلونا نطلع من هون، ما حدا لازم يبقى بهي الكلية. راجيني تعي. يلا راج لا تخاف، ما رح يصير لك شي، بوعدك حبيبي. كل الأمور تمام. ايه أنشومان؟ استاذ مين أنشومان؟ أنت ليش هون؟ أنا سألتك سؤال. طلعي يلا طلعي. شو رح تعمل يعني؟ بدك تقتلني مثل ما قتلت سندري ديفي مو هيك؟
بس أنا ما قتلتها. لكن ليش ما بتفهمني شو اللي عم يصير هون بقى؟ ما بعرف شو اللي عم يصير هون. بس بتعرف شو موجود بهالكرتونة ما هيك؟ أنت عملت هالسيديات؟ لا بترشاكي بترشاكي صدقيني مو أنا، لقيتهم بالمستودع هون. وما خطر لك إنه تتلفون؟ يا أستاذ الناس عم تموت، لازم تقلي شو عم يصير لازم. طيب بحكي لك، تعي يلا تعي جيب التانية معك. استاذ لوين رحت؟ افتح لي الباب بسرعة، افتح لي الباب، لك حدا يفتح لي الباب. رجيني قولوا وين رحت البنت؟ رجيني قولوا. يلعن هالحظ، الخطوط مو شغالة. راجيني مو مبينة. ومدام كافيتا عم تدور عليها. اوف بقى. لا 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 شباب شباب لا 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 ما تشوفوا. راجيني 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 وينك يا بنتي؟ شبكي اهدي شوي، طولي بالك ما في شي. مين انتي؟ انا بعمري ما شفتك من قبل. يا مدام كافيتا كلنا رح نموت لانه كلنا شفنا الفيديو. انتي انتي شو عم تعملي هون؟ انتي قلتي انه الكل بخير، طيب ليش هيك عم ترقدي؟ لا استني شوي، مين هي البنت؟ مين انتي؟ جاوبوني. مدام هي اختي الكبيرة سيمون. متأكدة؟ مرحبا. لأنه انتي مو حلوة بس هي بتجنن. حاجتك مسخرة بقى، الكل هون رح يموت. فهموني هالقصة من أولها لآخرها. مدام الفيديو انبعت على جهاز أميته ومات ونحن شفناه، فأكيد رح نموت يا مدام. استني شوي، هاد أمت مات؟ أنا ما عم أفهم شو عم يصير، فهموني. بعرف مدام، بس الفيديو انبعت من تليفون أميت والكل خايفين هلأ ومتخبيين بغرفهم كمان وما حدا عم يطلع. مدام شو عم يصير بهالكلية؟ بس هلأ لقيتوا راجيني ولا لا؟ ماما ماما راجيني راجيني ماما راجيني وين كنتي مختفية؟ هذا المجرم كابور حبسني بالمستودع. شو؟ ليش؟ ما بعرف، شفته متلبك قمت لحقته دغري ومعه كرتونة سيديات، ولما أنا درت ظهري طلع وحبسني. لازم نلاقي. ايه خلينا نروح على مكتبه. مانو هيك تفقته. لكن منروح على بيته بيكون هنيك هلأ. يلا بسرعة يا شباب. يلا امشي يلا يلا روح امشي يلا تحرك. سيمون أنا ما عم صدق إنه راجات حبسك بالمستودع. قلت لك هالرجال فيه شي ما بيريح. ولا أنت غبي بتضل تتحركش فينا؟ بعد عنا. وقت اللي بدي أتحركش بحدا بتحركش فيها مو فيكي. خراس ولا ليش هيك متضايقة؟ مو أنا أختك؟ تعرفي إني أنا ما وصلت لهون إلا بطلعوا الروح؟ لما قلن على الجامعة تاكسي باص شاحنة ما يوقفوا. اسمعي شو قصة الكلية؟ ليك الكلية مسكونة، ما كان لازم تجي لهون. أوه أنا بحبك. راهول أنت شو عم تعمل هون؟ وينو راجات؟ تعرف هذا المجرم كابور حبسني بالمستودع. أنت فاهميني شو قصتك؟ ليش بتضلي تتهميه؟ راهول هو كان أخذ السيديات الوسخة، صدقني أنا شفته بعيني، مشان هيك هو حبسني بالمستودع. وبعدين؟ جربتي تناقشي هذا الموضوع معه؟ بالله عن جد؟ بعد ما حبسني بالمستودع بدك يعني ناقشه بالموضوع كمان؟ ليش كل ما جبت سيرته وحكيت عنه أنت بتتضايق كتير؟ ليش؟ معقول أنت تكون متورط معه؟ فهمني ليش بتدافع عنه راهول؟ لأنه هذا بيكون أبي. راهول أنا آسفة كتير، بس هو وحش مو؟ بس يا جماعة أنا ما عم أفهم شي، راجات ليش عم يعمل هيك؟
ما بيهمني، لازم نحط حد لهالشغلات وبس. أنا معكم. مدام، نحن غلطنا، حتى بعد ما عملنا الطقوس النهائية لسونداري، الروح لساتها، وأميت مات والكل هون شافوا الفيديو. شو؟ الكل شافوا الفيديو؟ معناتها حياة الكل بخطر بالوقت الحالي. لازم نطلع من هون، يلا يا شباب. يلا خلونا نمشي. يلا. راهول، وانت؟ بدي احكي مع الاستاذ كابور. انتبه على حالك ماشي؟ يامي، ما حدا رح يحاسبك، لو سمحتي احكي لنا كل شيء. يعني انا وآميت كنا مع بعض. ايه، حسيت آميت فجأة. بس كيف وصل الفيديو لعندكم كلياتكم؟ آميت خبى السي دي بخزانته مو هيك؟ ايه صح. ايه، بس بعدين رجع طالع من الخزانة. ليش؟ لانه فكر انه الروح راحت وما رح ترجع، فقال بيحمل السي دي وبيطالع مصاري. لك معقول؟ أغباه، مع إنه حذرته كتير مشان ما يفتح السي دي. بس نحنا عملنا الطقوس الأخيرة لسوندري ديفي، وبعدين معناته هالحكي إنه هاي الجثة لسوندري بس هاي الروح لشخص تاني. إذا كانت الروح لحدا تاني، لكن ليش أخذتني على جثة سوندري ديفي؟ هذا السؤال تحديداً له أجوبة كتيرة، بس حتى نلاقي الجواب المظبوط لازم نلاقي الحلقة المفقودة. لما مساعدتي ريما حققت بالموضوع، عرفت انه بالسنة نفسها اللي انفقدت فيها سونداري انفقد شخص تاني بنفس السنة، بس ما لقينا الى اي اثر. ما في غير اسم واحد، انشومان. انشومان؟ سمعاني بهالاسم من قبل؟ ايه، الاستاذ كابور ذكر هذا الاسم بالمستودع. عن جد؟ ايه. وشو قال كمان عنه؟ ولا شيء، هو بس ذكر الاسم. بس دقيقة، كان في شاب اسمه أنشومان بالصف معنا، هو ما كان اجتماعي كتير، بس راجات كان دايما يغيظه ودايما يسمعه حكي. هذا الحكي معناته انه أنشومان هو الحلقة المفقودة. اكيد. طيب في شي طريقة لحتى نعرف عنوان أنشومان أو أي شي عنه مثلا؟ أنا بهكر سجلات الجامعة، يعني يمكن نقدر نلاقي عنوان أنشومان. ممتاز، اسمعوني، روحوا كلياتكن على مكتب المدير وفتشوا بكل السجلات القديمة والملفات وجيبولي كل المعلومات يلي بتقدروا عليها بسرعة. بس تذكروا، خليكن دائما سوا، الكل بيبقوا مع بعضهم. اتفقنا؟ يلا. أكيد. لحظة كافيتا، راجيني، لو سمحتوا بدي أحكي معكم اتنيناتكم على انفراد. ماشي. اسمعيني، روحوا انتو وكفوا شغلكم، أنا كتير تعبانة وبدي دخن. ماشي، شكرا لكم. اسمعي، إذا شفتي واحدة بسارة أحمر بيكون حقيقة مو خيال. ما تقربي منها أبدا. انتبهي منيح. سنة يلي انفادوا سونداري وأنشومان صارت شغلة مو طبيعية كمان، متذكرة شي؟ شو؟ صارت وقتها شغلة كتير مميزة، حاولي تتذكري. يلا. أنا؟ لما مساعدتي ريما حققت، عرفت إنه من 20 سنة وبنفس الليلة أنت تركتي الكلية، وبعدك اختفوا شخصين من الكلية ولحد هلأ ما حدا بيعرف عنهم شي، وهنن أنشومان وسونداري كمان. أنا حكيلي، ليش تركتي الكلية؟ في علاقة بين تركك للكلية واختفاء سونداري شي؟ لا أبداً ما في. عن جد؟ لكن شو كان السبب؟ معقول ما في سبب لتركك الكلية؟ يلا حكيلي، لأنه صعب صدق هذا الحكي. اسمعي صدقيني، حسب سجلات الكلية الرسمية ما في أي سبب بيخليكي تترك الكلية بهالشكل، بس أنا بقول
إنه ما في شيء بيصير من دون سبب. كافيتا، شو رأيك تبلشي تحكي لنا سبب تركك للكلية بوقتها؟ اسمعي، أنا ما بدي أحكي بالموضوع، ماشي؟ لسه سؤال. سؤال شو؟ حضرتك قلتي لي إنه رح تضلي عزراء لحتى تتزوجي، وأنا احترمت قرارك وما عاد حكيت معك أبداً. وبعدين؟ أنت كسرتي قلبي، يعني تحركت مشاعرك وحبيتي فهمنا، بس تعملي هالشي مع أمت؟ شح. ومين قالك إني فقدت عزريتي معه؟ لساتني عزراء. استني استني، أنت بتعرفي شو بيصير مو وهي القصص؟ اسمع ليك، أنا بعرف بكل شي وبفهم بهي القصص منيح، لساتني عزراء. يا معقول شلون صارت القصة؟ شفته. أوه. إذا كنتي بتعرفي أي معلومة، لأنه انحرقت أعصابنا. شو القصة؟ بترجاكي ماما، كان عندي كتير أحلام بهالكلية، بس ما طولت كتير لحتى تحولت لكوابيس. كنت صغيرة، هي دوب كان عمري 20 سنة، بس أنا وثقت فيه لأبعد حد، حبيته كتير. لما فكر بالموضوع بحس حالي كتير غبية. ماما اهدي. عن مين عم تحكي؟ سورب، حبيبي بالكلية. مرة كنا سوا، كان عم يصور كل شي بالفيديو. أنا ما كنت قادرة واجه أي حدا، لهيك تركت الكلية. هذاك الفيديو اللي أنا آسفة كتير. ليش ما حكيتي لي من قبل ماما؟ ما عرفت كيف بدي أقولها. أنا كتير آسفة ماما. أنا بعتذر لأني خبيت الموضوع عنك. كفيتا. طيب كابور كان عنده علم بهذا الشيء؟ إيه بصراحة رجعت ساعدني كتير، كان هو رفيقي الوحيد بهداك الوقت، وما سمح بأنه ينتشر الفيديو. طيب هديك الروح شو إلا شغل بالفيديو تبعك؟ أنا أكيد أنشومان له علاقة بكل هذا الشيء. نحن لازم نلاقي أنشومان. صبايا، لقيت عنوان أنشومان. ممتاز كتير أرتي، وهلأ خدي صورة للشاشة واحفظيها. خلاص
اهدوا شوي وخبروني شو صاير. سونيا ماتت، هي قتلت حالها. مو معقولة، أنا كتير متوترة. مدام قتلت حالها، هي قتلت حالها بكعب الكندرة. مدام هي قتلت لك. اهدوا خلاص. أنتي معك عنوان أنشومان؟ إيه يمكن معي. ممتاز، لازم هلأ نروح لهني. يلا شو؟ ليش لنروح؟ هديك الروح عم بتلاحقنا لمحل ما عم نروح. لا، هاي الروح بتحب الدم، ما بعرف شو رح ينفع إذا مشينا من هالمكان. بعد بدنا نرد عليكي بعد ما ماتت سونيا. بارتي، أنت أكيد عندك تجربة بهي الأمور مو هيك؟ بس نحن ما بنعرف شو بدنا نعمل. نحن كل شيء عملنا إنه حاولنا نهرب منها، بس أكيد ما قدرنا نهرب منه. أنا متفهمة كتير منيح إنه أنتوا خايفين، بس بهذا الموضوع الهرب مو خيار. راجيني، أنت حاولتي تهربي مو هيك؟ ومشي الحال، قدرتي تهربي. عن جد يا شباب، مع حق، ما عنا أي خيار تاني. ليكو، اسمعوا شو لازم نعمل هلا. انتوا الاثنين روحوا جيبوا راهول، لانه ما فينا نترك حدا. يلا بسرعه. طيب امشي. لازم نضل مع بعض، وانتوا كمان روحوا جيبوا معهم. مدام طيب. بارتي، ضروري الكل يروح معكم. نحن رح نضل هون. لازم هون مشان ما يضل المكان لحاله. إيه؟ بلكي اجت روحها لهون. انتوا شو مشكلتكم؟ ممنوع. مو مشكله يا جماعه، اذا ما رجعنا لهون خلال ساعتين بتطلعوا من هون بسرعه. ماشي، لازم نخلص، خلينا نروح. يا سلام، هالشغلة شو حلوة، عن جد حاسة حالي إني فيلم أكشن عم حقيقة. مزبوط؟ شو بيك لوين؟ لا 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 ما بنعرف شو عم بيصير، الكل عم بيموت هون. كل هذا الشيء بسببي أنا، كل شيء عم بيصير هون. لازم لاقي حل لهالوضع، ما رح أسمح لراهول يموت. انتوا الاثنين خليكن معه، بدكن تديروا بالكن عليه، انتبهوا عليه منيح. انتبهوا. خلونا مع بعض. سيمون، آسفة. برأيك بأي جهة ممكن يكون الباب؟ خلونا نجرب من هون. ايه من هون. يلا شو نوعيته هذا البناء؟ بخوف صح؟ متأكدة إنه العنوان يلي معك صح؟ إيه
نحن بالمكان الصح هون. هذا العنوان اللي عطوني اياه. وثقوا فيني، كأنه في شيء هون. شو الريحة القوية؟ زويا زويا، شو عم تعمل صوري أنا بهذا البيت؟ لحظة، مو أي صور، وهي صور شويتا، وفي صور لمانسي كمان هون. أنا ما عم أفهم شيء. شو كان هاد؟ فهموني شو اللي عم يصير؟ هو ميت. شو هاد؟ اربطوا، خلينا نروح. راجيني عم تسمعيني؟ راجيني عم تسمعيني؟ راجيني يلا لكي من هون، تعالي سرعة. يا بنات راجيني عم تسمعوني؟ راجيني راجيني لا تطلعي على التلفزيون. راجيني خلينا انا متأكدة انه من هون لازم يلا 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 بسرعه. كان معك حق إنه في شي بهذا البيت. على كل حال، شو من كان هذا الشي، لازم نعرف شو هو، لازم نحل اللغز. لا تفكري بهذا الشيء. بس فيي اعمله؟ بتراهني على هالشيء؟ لا اكيد ما بدي راهن، بس لا تعملي. مدام. يا بنات انا شفت وتفحصت كل المكان هون، كل الشبابيك والابواب مسكره، لازم نروح نجيب حدا يساعدنا. ماشي يلا امشوا نروح. ماشي انا رح اضل هون، بركي احتاجوا شيء. طيب طيب اوعي تصرفي شيء تصرف غبي.
أنت الغبية. كأنه صور ماما. شو هاد؟ شو هاد؟ مدام ليكي صور ماما وهدول صور سونداري ديفي. هلا هي صور سونداري؟ ليكي اللي بالصورة يمكن هذا يكون ابنها. طلعي على هاي، هاي هي وابنها معها. راجيني، إذا كانت هاي صور سونداري وكان هذا البيت لأنشومان، فهذا الشيء أكيد بيعني إنه أنشومان هو ابن لسونداري. راجيني شو انت شو عم تعمل؟ ولا شي ولا شي. شو هاد قلي؟ شو عم تتفرج؟ شو عم تتفرج بالبيت؟ انا فرجك يا وسخ وسخ ولد وسخ. انا هيك ربيتك ماما مشان تشوف كل هالشغلات وسخة. يا ريتك ما ولدت شخصيتك عدم لهيك تعاقبت بهيك رجلين. رح روح خبر كل الناس عنك بس لما تيجي الشرطة وتحبسك والناس تستحقرك وقتها رح تتغير. ما في غير هيك تضرب بشكلك. واحد وسخ انت وسخ ولد بلد رباية. عم تضرب امك انت عم تضرب امك. خبرني رح موتك من الضرب. انت واحد حقير عم تدفشني. ما عم تضرب امك رح موتك رح موتك من الضرب. واحد حقير وسخ.
أمي 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 سامحيني ماما. أنا ما قصدي إني أعمل هيك. وهو راجو يلي خبرني. أمي 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 أنا ما لي دخل القصة. أنا ابن سيء. بعرف هالشي. بعرف أنا ابن سيء. أنا سيء سيء. أمي 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 يلا أمي. لا 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 أنا راجع. ها ما 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 راح أتركك هون وتشوفي. راح أرجع لك أمي. أنا راح أرجع. أنا مو ولد سيء ماما. أنا راح أرجع كل شيء مثل ما كانوا أحسن أمي. أنا مالي سيء ماما. مالي ابن سيء. أنا ماما 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 سامحيني ماما. أنا مالي سيء ماما. أنا ابنك بتعرفي إني منيح أمي. أنا مالي سيء صدقيني. أنا منيح ماما. أنا منيح. راجيني شو شفتي؟ خبريني يلا احكي راجيني. مدام هداك انشومان ابن راسون داري ديفي. انشومان هو عمل الكلية وانا شفت لما امه لقطته وهو هون اخذ الفاس وقتل امه فيه. انا شفته بعيوني. لكن اذا كنتوا عملتوا كل طقوس جنازة سونداري ودفنتوها لمين؟ لمين هذا الهيكل العظمي؟ Yeah.
حبيبتي، طلعت لأعلى شوي وبعدين أعلى أكتر، وبعدين وصلت على السقف العالي ووصلت لفوق كتير. فوق جزع الشجر كان كتير منيح. حبيبتي في أخبار منيحة؟ مدام أنت متأكدة أنه نحن بالطريق الصح؟ تقريباً تقريباً؟ أنا كنت طالبة هون. طيب. كنت أتمشى بالليل. غريب أنه راجيني هيك. أنا راشد، أنا راشد، راشد راشد أنت اللي حبست راجيني من المستودع. أشرح لكم كل شيء بعدين، المهم هلأ نروح على بيت أنشومان. كيف قدر تعمل هيك؟ زعلوا أستاذ راجيني والمدام بارتي محبوسين جوا، لازم نطلعهم. طيب تعالوا تعالوا. يلا بارتي ضلت جوا ولازم ساعدها، بس كيف كيف؟ لما حدا بيشوف هداك الفيديو لازم يضل بدون علاقات. اجتني فكرة. راهول، راهول انت منيح؟ مو معقول، انا ما حسيت بهالشي من قبل. حاكيني اذا طلعنا من هون، ضروري نجتمع. راجيني مدام انت منيحه؟ راجيني هلا تخافي، انت منيحه مو ماما؟ راجيني راجيني, راجيني. حبيبتي شو عم تسوي؟ خلص لا تقلق علي، انا اجيت بفضل راجيني. ما فهمت. خلص ماما لا تخافي، منيحه انا. شو عم تعمل هون؟ بالنسبة إلك أنت ما في شي غريب عم بيصير بالكلية صح؟ معناتها شو اللي عم تعمله هون؟ ماما هو بنى الكلية وأنشومان ساعده. لا. أنا متأكدة من هذا الشي، عملكن هو يلي بنى الكلية وأنشومان كان معه. أنا ما عملت هالشي، اسمعي. هو موجود بالمستودع كمان، عم تفهم هذا الشي؟ ماما أنت هو يلي بناها، أنا متأكدة من هذا الشي وأنشومان كان معه. بس خليني أحكي شوي، لازم تعترف بقى. أنت اللي عملت كل هذا الشي والحكي هذا كله صح، اعترف بقى. أنا ما دخلني، هو المذنب. أنشومان ما كان لحاله، هو يلي كان عم يصور البنات وأنا كنت شوف الفيديوهات بالجامعة. شو؟ شو؟ أنت اللي عملت لا. الفيديو تبعي؟ لا لحظة شوي، كيف بتعمل هيك يا واطي؟ شو شفته؟ مو أنا مسطت فيه ما؟ أنا ما شفته. كيف فيك تعمل هيك؟ مو طبيعي أنت، كيف بوسخ فيك؟ خلص خلص أنا ما شفته ولا مرة شوي. عم قل لك ما شفته. لما عرفت أنه أنت كسرت كل السيديات اللي بالكلية، أنت لازم تصدقي كل السيديات. بس رجعت شفت سيدي واحد، من وقتها كل ما حاولت أني أكسر السيدي كان يصير شيء غريب ما قادر استوعبه، كان يرجع ما بعرف كيف. بس أنا ما خبرتكم هالشي لما صار، لأنه كان همي أنه أحمي عيلتنا. رجعت أنت الزلمة مريض، أنا ما قدرت كمل. وهلأ راهول بخطر. شو صار مع راهول؟ الروح يمكن سكنت براهول. شو قلت؟ شو؟ هذا يعني شو؟ كلنا رح نموت؟ لا راجيني كلياتنا رح نموت. لا 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 لا، هالشي ما رح يصير أبدا، ما رح يصير، ما حدا رح يموت. أنا بعرف الحل، بعرف شو لازم نعمل. لا تتوتروا، الكل يهدى، الكل يهدى، كلنا رح نصير بخير، أنا بعرف الحل. سمعتوا هاي الغنية اللي كان يغنيها مين؟ أنشومان. هيك
أنشومان أنا كتير فيك تأذيني لألي بس هن نتركه لو سمحت أنت لمتني على كل شيء أنا عملته وبسببك أنت راجعت أنا قتلت أمي أنا متت وأنا جوات بيتي وكنت عم بختنق ما رح سامح حدا أبداً أنا رح أقتل الكل بنت مو منيحة انشومان خبرنا انه هو مات ببيته مخنوق من قهره هذا الشيء بيعني انه الجثه يلي بالبيت لانشومان هذا بيعني انه انتحر من خوفه من الشرطه وحتى طقوس الجنازه ما انعملت له كمان صحيح هالشي بس بيني وبينك قاتلني إلي واتركهم لإلهم ولراهون رجعت استنى أستاذ راجيني لازم نحرق جسد أنشومان روحه ما رح تنام بسلام إلا إذا عملنا طقوس الجنازة ليش جسد أنشومان؟ وين هلأ؟ بغرفة النوم بس نحنا كيف رح نقدر نروح على غرفة النوم الباب مسكر تماما صعب كتير إنه نطلع من هون انتوا حاولوا تطلعوا من الشباك وأنا رح لاقي طريقة أعطيني الضوء امشوا يلا خلونا نروح امشوا 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 يلا يلا بسرعة يلا لكن انت ايه لا خافي لا لا أنشومان لا أنشومان رشا سامحني اسمعني أنا ما خدعتك حتى أنه ما كنت بعرف أن الشرطة عم تلاحقك لما ماتت أمك أنا أجيت لدور عليك بس صدقني ما شفتك
دورت عليك بكل مكان. أنشومان رشان رشان سامحني أنشومان أنشومان لا لا أنشومان رجعت 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 يا أستاذ أنشومان لا أنشومان أنشومان سامحني لا أنشومان ما بترشاك سامحني حافظوا على الأدلة وبعتوا جثة على البراد بدي التقرير اليوم حاضر عندي. سيدي مبسوطة لأنك بخير يا عمري أي أخ لا ماما أنت مو متذكرة شي من اللي صار أبدا لا عن شو عم تحكي ولا شي خلص كل شي منيح شكرا لك مدام صدقيني ما في داعي إنك تشكريني أبدا كنتي رح تعملي هالشي بدون مساعدتي بهنيكي عندك بنت كتير جريئة مع انه في ناس بتحس هالشي غباء راجيني الشخص العادي ما كان رح يعمل يلي عملتيه انتي حتى لو الناس سموه غباء او شجاعة تتذكري لما خبرتك انه عندك قدرات خاصة ايه ورح ضل اتذكر هالشي سبق وفكرتي انه ممكن تكوني محققة ممتازة بالأمور الخارقة للطبيعة بتحبي تشتغلي معي بالشركة؟ لا حاجة أشباح بكفي قصدي بكفي اللي شفنا ما تقولي أبدا بيوم من الأيام بتمنى يكون في مجال حاكيكي إذا كان لازم أتواصل مع شبح وبتمنى تساعديني هي أكيد انتبهي على حالك وانتي كمان شكرا خلصنا ارتحنا اخيرا Thank you.
أنا آسفة. أنا وماما رح نرجع على بومبي هلا، ما عاد ضل في شي هون إلا الذكريات البشعة. شو رأيك تجي معنا أنت كمان؟ ندرس بنفس الجامعة إذا بدك. هالجامعة كانت حلم بابا، ورح ضل هون حتى تستقر الأمور. معناتها رح ضل هون كرمالك أنت. أنا رح ضل وساوي شوية إجراءات شكلية، رح أرجع. طيب انتبه على حالك.